السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. طلاب جيل 2008، معكم الأستاذ منير. من دون مقدمات نبلش بالوحدة الثانية إن شاء الله مع بعض، وأنا قاعد بشرح لك من الكتاب إن شاء الله. أفضل من الدوسية، أفضل من إنه يكون الدوسية بدون كتاب، بسبب أنت الآن راح تعرف، يعني راح تكون درست كل شيء موجود في المادة. ما راح يجيك الوسواس إنه والله الأستاذ يمكن ما لخص هاي الشغلة في الدوسية أو ما حل هاي الشغلة، فهمت علي؟ فالآن أنت مثلك مثل الأستاذ، قاعد بتشوف الشرح من خلال الكتاب، إن شاء الله ما راح يفوتك شيء بإذن الله. يلا looking ahead، التطلع إلى المستقبل. نروح للسؤال الأول، بحكي لك read the definition of dystopia and discuss the question. اقرأ تعريف ديستوبيا وناقش السؤال. ديستوبيا، هات نقرأ التعريف. أن طبعا ديستوبيا معناها المدينة الفاسدة. An imaginary place where life is extremely difficult. إذا هو مكان خيالي، حيث الحياة تكون فيه صعبة جدا. Do you enjoy reading books? هل تستمتع قراءة الكتب؟ Watching films، مشاهدة الأفلام؟ Or playing video games set in a dystopia، أو إنك تلعب ألعاب فيديو اللي بتكون في بنمط المدينة أو بسياق المدينة الفاسد. اثنين، بحكي لك بس نقرأ إن شاء الله النص من جواب الأسئلة. Read the magazine article about two different visions of the future. اقرأ مقالة المجلة حول رؤيتين مختلفتين للمستقبل. Which text is dystopian؟ ما هو النص الذي يمثل المدينة الفاسدة؟ إذا النص اللي بيكون بيحكي عن الصعوبة والحياة الصعبة راح يكون هو المدينة الفاسدة، تمام؟ يبين يعني هون طبعا مين راح يكون مدينة فاسدة. Terrifying، مرعب. Bright، مشرق. فهون راح تكون المدينة الفاضلة وهون راح تكون المدينة الفاسدة. الآن هاي المقالة نروح نقرأها مع الترجمة، يلا هيك وضعك تمام. المقالة الأولى اللي هي بالأزرق برايت، بيحكي لك in many ways، يعني في العديد من الطرق. أنت بإمكانك أنك تشوف تحت وأنا راح أحاول أترجم لك من هون. in many ways، في الطرق العديد أو العديد من الطرق. human life، الحياة البشرية on this planet، على هذا الكوكب، is better، أفضل than it's ever been، مما كانت عليه. in many countries، في العديد من الدول. across the world، عبر العالم. crime has been dropping steadily. إذا يعني الجرائم بدأت بالانخفاض أو انخفضت معدلات الجريمة بشكل مطرد أو بشكل واضح. This may be due to better education or perhaps to a reduction in extreme poverty. وهذا يعني لربما بسبب تعليم أفضل، better education or perhaps، ولربما reduction in extreme poverty، و لربما انخفاض الفقر الشديد. In 2018 the proportion of the world's population living in extreme poverty fell to around 10%. فعم بحكي لك في عام 2018 حصة of the world population، يعني نسبة سكان العالم اللي بيعيشوا بخط الفقر أو بيعيشوا في فقر شديد، fell to around 10%، انخفضت إلى 10%. With luck no one will be living in this way within a few decades. يعني بيقول لك مع حسن الحظ إنه لن يكون هناك أحد سيعيش in this way، في هذه الطريقة. in a few، يعني ما حد راح يعيش بالفقر خلال بضعة عقود أو في غضون بضعة عقود. نروح للفقرة الثانية، بحكي لك technology is also making our lives easier and safer. بحكي لك التكنولوجيا أيضا يعني عم تخلي حياتنا أسهل وأأمن. and this trend is bound to continue. وبيحكي لك يعني ومن المؤكد أن هذا الاتجاه سيستمر. for example، وعلى سبيل المثال، driving is sure to become safer. القيادة من الأكيد أنها ستصبح أو راح تكون يعني أو راح تصير أكثر أمانا. human error is the key reason for most car accidents. يعني بيحكي لك الأخطاء الإنسانية هو يعني السبب في أغلب الحوادث السيارات. and when programmed driverless cars may save huge numbers of lives. وبيحكي لك يعني
السيارات اللي بدون سائق المبرمجة يعني ممكن إنها تنقذ أعداد هائلة من الأرواح. Such cars are already a reality and are going to become more common in the next few years. هذه السيارات أصبحت بالفعل حقيقة وستصبح أكثر شيوعاً في السنوات القريبة القادمة، يعني راح تنتشر سيارات بدون سائق. And finally, life expectancy is already higher than it's ever been, and as a result of better medicine, people are likely to live until the age of 80. وبحكي لك وأخيرا يعني متوسط العمر المتوقع بالفعل هو أعلى مما كان عليه كنتيجة واضحة على أنه الطب أفضل، ويعني احتمال أن الناس تعيش حتى سن 100 عام. Terrifying. الآن نروح للديستوبيا. Terrifying. We may have seen some improvement in poverty and the crime in recent decades, but why assume that this pattern will continue? I'd argue that for most people, life is actually unlikely to get better. بحكي لك يعني we may have seen some ممكن شفنا يعني بعض التحسينات في الفقر والجريمة في العقود الأخيرة، لكن ليش بتفترض أو ليش يعني الافتراض هذا تمام؟ انه هذا النمط الباترن will continue سوف يستمر، انه الجرائم راح تظل تنخفض. I'd argue يعني that for most people يعني انا راح اناقش انه لمعظم الناس life is actually unlikely to get يعني بحكي لك اود ان اقول انه بالنسبه لمعظم الناس انه الحياه من غير المحتمل ان تتحسن. هو الزلمه هذا نظرته متشائمه. terrifying. Advances in robotics and artificial intelligence will not only reduce the number of unskilled jobs available, but will also eliminate semi-skilled jobs which can be done by computer. فبحكي لك التقدم في الروبوتات تمام والذكاء الاصطناعي will not only reduce مش فقط راح يخفف من أعداد of unskilled jobs available من أعداد الوظائف غير الماهرة الوظائف المتوفرة غير الماهرة، but will also eliminate لكن أيضا راح تقضي على الوظائف الشبه المهارية which can be done by a computer واللي ممكن يتم عملها عن طريق الكمبيوتر، طالما أن الكمبيوتر راح يعملها خلاص راح يستغلوا فيها الإنسان. By 2050 young people will have been trying and failing to get a job for most of their working lives. إذا ويعني في بحلول عام 2050 سيحاول الشباب الحصول على وظيفة وسيخفقون في ذلك لمعظم حياتهم العمل. In 30 years time a few lucky people will be rich and the rest of us will be poor. وفي خلال يعني 30 عام a few lucky people يعني القليل من الناس المحظوظين سيكونون أغنياء والباقي منا سيكون فقراء. طيب بحكي لك within 20 years وخلال 20 عام we will have stopped fighting over oil. وخلال 20 عام يعني راح نتوقف عن القتال على النفط. we'll be fighting over water instead. راح نتقاتل على المياه بدلا. as a global warming كالاحتباس بسبب الاحتباس الحراري is certain على يعني الاكيد to lead to more water shortages سيؤدي يعني الى نقص كبير في المياه. السؤال الأول بيحكي لك what has been steadily dropping in many countries across the world. يعني شو اللي كان إشي قاعد بيهبط بثبات أو بشكل مطرد in many countries across the world في العديد من الدول حول العالم اللي هو الكرايم الجريمة. طبعا education تعليم technology poverty الفقر. what is one reason given for the drop in crime. ما هو السبب الوحيد الذي أدى إلى نزول الجريمة؟ هل كان الهيلث كير ما تكلموا عن الصحة ازدياد الأعمار ما تكلموا عن هذا العمر ما تكلموا عن هذا السبب مور بسبب وجود سيارات بدون سائق لا طبعا بسبب better education تعليم أفضل. What percentage of the world's population was living in extreme poverty in 2018؟ ما هي نسبة
سكان العالم الذين كانوا يعيشون في خط فقر، في يعني فقر شديد في 2018، كان انه بيحكي لك هي وقتها انخفضت بنسبة 10%، يعني كان 10% دول هم اللي عايشين في خط الفقر. What is expected to become more common in the next few years according to the Bright Vision. بالنسبة للفقرة الأولى اللي هي البرايت، النظرة المشرقة، النظرة المنيرة، النظرة المتفائلة. What is expected، ما هو المتوقع، to become، أن يكون أكثر شيوعا خلال السنوات القادمة وفقا لرؤية برايت. إذا كانوا يتكلموا عن driverless cars، كانوا يتكلموا عن السائق، سيارات بدون سائق. Why are the driverless cars considered to be safer؟ ليش بحكي لك إنه يعني السيارات بدون سائق تعتبر أكثر أمانا، وهذا بسبب reduce human error، يقلل من خطأ الإنسان، بيقودوا أبطأ. طبعا هذا جواب صح ولكن ما كان موجود في النص. They have better brakes، عندهم بركات أبطأ، ما كان موجود في النص. They avoid traffic jams، يعني بتجنبوا موضوع الزحمة. طيب what is already higher than it's ever been according to the bright vision، هو الإشي اللي كان أعلى مما كان عليه سابقا بالنسبة للرؤية المتفائلة اللي هو bright vision؟ كان بيحكوا عن life expectancy، ازدياد الأعمار. طبعا هون crime rates، معدل الجرائم، birth rates، معدل الولادة، pollution levels، مستويات التلوث. جواب سي. By 2050 what will young people be struggling with according to the terrifying vision؟ طيب بحكي لك بغضون 2050 what will young people be struggling with according to the terrifying vision؟ يعني خلال 2050 او في غضون 2050 الشباب الاطفال، ما هو الشيء الذي سوف يعني يكون يعاني منه الشباب with according to the terrifying vision، وفقا لرؤية terrifying اللي هي getting a job، الحصول على وظيفة، buying a house، شراء بيت ما كانت موجودة، affording health care، توفير الرعاية، accessing education، الدخول إلى التعليم. اللي كان getting a job لأنه بيحكي لك وقتها كان إنه الـ AI راح يأخذ، راح يستحوذ على هذه الوظائف. What kind of jobs will advances in robotics and AI eliminate؟ شو هي الوظائف اللي الروبوتات والذكاء الاصطناعي راح يقضي عليها؟ اللي هي unskilled and semi-skilled jobs، اللي هي الوظائف الغير مهارية والشبه مهارية، يعني التي لا تحتاج مهارة أو تحتاج مهارة متوسطة. أما التي تحتاج مهارة عالية فلن يستطيع الـ AI أن يحل مكانها، يعني بسبب أنها تحتاج إلى برمجة عالية وتحيط بكل الأخطاء المتوقعة التي سوف تصدر من هذا الذكاء الاصطناعي. In 30 years who will be rich according to the terrifying vision؟ بالنسبة يعني خلال 30 عام مين راح يكون غني وفقا للterrifying vision، وفقا للنظرة المشؤومة الشائمة أو المرعبة، اللي هو مثل ما حكوا a few lucky people، بس يعني ناس يا دوب محظوظين، هذول شوية ناس محظوظين والباقي شمطونا، شكلنا احنا من الباقي اللي راح نكون عايشين في فقر. What will be fighting over in 20 years due to global warming؟ What will be fighting يعني خلال 20 عام شو الناس راح تتقاتل بسبب الجلوبال وورمينج، الاحتباس الحراري، اكيد الووتر، المي، مش محتاجه حاجه يا سيدي. What has been improving steadily in many ways according to the bright vision؟ إذا شو اللي كان الشيء عم بيتحسن بشكل واضح in many ways، في طرق عديدة، according to the bright vision، بالنسبة للنظرة المتفائلة اللي هي human life on the planet، حياة الإنسان على هذا الكوكب. طبعا هون economic inequality، عدم المساواة في الاقتصاد، technological advancements اللي هي التقدمات في التكنولوجيا،
social justice العدالة الاجتماعية. What is the key reason for most car accidents? What is the key reason for most car accidents? إذا ما هو السبب لمعظم حوادث السيارات؟ human error، خطأ الإنسان. بيحكي لك what trend is bound to continue according to the bright vision. إذا بيحكي لك شو هو الترند يعني اللي راح يستمر وفقا للبرايت فيجن، إلى النظرة المتفائلة. كانوا عم بيحكوا إنه التكنولوجي making lives easier and safer، تمام؟ إنه التكنولوجيا راح تخلي الحياة أسهل وأكثر أمانا. What will most people's lives likely be in the future according to that terrifying vision؟ كيف راح تكون حياة معظم الناس في المستقبل وفقا للنظرة المتشائمة والمرعبة اللي هي unlikely to get better، يعني على الأغلب إنها ما راح تتحسن. قرأناها في آخر النص. What kind of medicine is likely to extend life expectancy؟ أيوة بحكي لك يعني ما هو نوع الطب اللي من المحتمل انه يزيد من الاعمار المتوقعه. هم كانوا عم بيتكلموا عن بيتر ميديسن، يعني علاج افضل او دواء افضل او طب افضل. What kind of jobs will robots and AI reduce according to the terrifying vision؟ شو هي؟ طبعا يعني انت لاحظ انه الان صار في أسئلة نوعا ما متشابهة، وهذا يعني بيخليك الآن إنه بفضل الله تكون أحاطط بالنص كان. إذا ما نوع الوظائف اللي الروبوت والـ AI راح يقللها to the terrifying vision بالنسبة للنظرة المتشائمة اللي هي unskilled jobs، الوظائف الغير مهارية؟ تتذكر كمان كانوا بيحكوا عن السيمي skilled jobs اللي هي الوظائف الشبه المهارية. What global issue، بس يعني جاب لك إياه بطريقة أخرى وما ذكر لك السيمي. What global issue is expected to lead to more water shortages؟ إذا شو هي المشكلة اللي راح تؤدي إلى نقص في المياه؟ Global warming، الاحتباس الحراري. What is a major cause of reduced extreme poverty according to the bright vision؟ إذا السبب الرئيسي اللي قلل من الفقر الشديد وفقا لهذه الرؤية المتفائلة bright better education، تذكر هذا الاشي. How are driverless cars already being described in the article؟ تمام، اذا بحكي لك انه سيارات بدون ساق كيف تم وصفهم في هذه المقالة؟ هل تم وصفهم a distant future possibility، يعني احتمالية تواجدها في المستقبل اللي يعني البعيد نوعا ما، الرياليتي هل هي حقيقة، a controversial topic يعني موضوع مثير للجدل، an unproven technology تكنولوجيا غير موافق عليها، لا هي الرياليتي الآن صار في سيارات بدون سائق. إذا هذا الموضوع حقيقة وليس وهم. What will be the major resource of conflict in 20 years according to that terrifying vision؟ لاحظت بلش الأسئلة عم تتشابه، بس جايبك يا طريقة أخرى. The major resource يعني المصدر الرئيسي أو المورد الرئيسي اللي راح يؤدي للصراعات خلال 20 سنة وفقا للتيريفاينج فيجن كان عن هالوود. نروح للأسئلة. احنا هون حكينا تعريف الديستوبيا، يعني imaginary place where life is extremely difficult، مكان خيالي حيث الحياة تكون فيه صعبة. طيب بحكي لك do you enjoy reading books watching films، اللي بتكون في نمط الديستوبيا، هل يعني انت بتحب قراءة، استمتاع بقراءة الكتب، مشاهدة الأفلام، لعب الفيديوهات أو ألعاب الفيديو اللي بتكون على نمط الديستوبيا؟ جواب على السريع yes I enjoy dystopian books films and games for their thought provoking themes and intense scenarios. طبعا أنا بحب هاي الشغلات بسبب for their thought provoking، لنمط المثير تبعهم أو التفكير المثير تبعهم، والنمط
يعني النمط المثير تبعهم والسيناريوهات الانتنس اللي بتكون فيها قوة وأحداث وإلى آخره طخطخة وهي الشغلات في البداية، يعني بيكون فل الفل يا مان. أيوة، السؤال الثاني كان بيحكي عن الماجازين ارتكل. Read the article and determine which vision of the future is dystopian. الآن بدنا نحدد مين من المقالات اللي تعتبر نظرتها نظرة المدينة الفاسدة. Visions of the future. أول شيء كان عندنا اللي برايت، تمام؟ النظرة المتفائلة للمستقبل. تحدثت عن improved living conditions. تحسين الحياة. Better education. تعليم أفضل. Reduced poverty. تقليل الفقر. And lower crime rates. ومعدلات جريمة أقل. Technology advancements. تحدثت أيضا عن التقدمات في التكنولوجيا. Easier and safer lives due to technology driverless cars. حياة سهلة وآمنة بسبب السيارات بدون سائق. Increased life expectancy. زيادة معدل العمر. People may live up to 100 years due to better medicine. الناس راح تعيش 100 سنة بسبب يعني طب أفضل أو صحة أفضل. Terrifying. الآن روحنا النظرة الشائنة اللي هي dystopian. هون راح يكون الجواب إنه dystopian. Doubt about progress. يعني شكوك حول التقدم. Skepticism. شكوك about continued improvement in poverty and crime. يعني هناك شك حول التحسن المستمر بالفقر ومعدلات الجريمة. Job displacement. استبدال الوظائف. بحكي لك advances in robotics and AI may eliminate many unskilled and حكينا انه الذكاء الاصطناعي راح يحل محل الوظائف غير الماهرة وشبه الماهرة. Future struggles. ويعني صعوبات مستقبلية خلال 2050-2050. Many will struggle to find jobs. الحديث سوف يعني يعاني من إيجاد وظائف. Future conflicts. يعني future conflicts اللي هي صراعات مستقبل. Over resources. على مصادر مثل الماء. Are anticipated. يعني متوقع. والآن يا حلوين يا حبايبي يا جيل 2008 ننتقل للصفحة 17. صفحة 17 تنتقل إليها إن شاء الله. بيحكي لك future forms for predictions اللي هي قواعد المستقبل اللي تتكلم for predictions اللي تتكلم عن التنبؤ. خلينا نروح نحل مع بعض الأسئلة. بيحكي لك think back, look at two predictions from the text. Which verb form is used when there is some evidence now for that prediction? إذا بيحكي لك انظر إلى جملتين التنبؤ اللي هم من النص. Which verb, أي فعل منهم تم استخدامه لما كان في دليل للتنبؤ. خلينا نشوف. Driverless cars are already a reality and are going to become commonplace in the next few years. فبحكي لك السيارات بدون سائق هم الآن حقيقة. And are going to become commonplace. وراح يصيروا شائعين the next few years خلال السنوات القادمة. الآن دائما going to أنا بستخدمها للتنبؤ مع الدليل. إذا الجملة الأولى هي التنبؤ مع الدليل. A few lucky people will be rich and the rest of us will be much poor. إذا يعني القليل من الناس سوف يكونون أغنياء. لما استخدم الويل بي هون دليل إنه التنبؤ بدون دليل. واليعني الأكثر منا والباقي منا سيكون الأفقر. Match the underlined phrases 1 to 4 in the article to these tenses. بحكي لك صل الجمل اللي تحت الخط من 1 إلى 4 in the article to these tenses لهذه الأزمة. إذا عندك رقم 3 قاعدتها future perfect simple. والجملة رقم 4 قاعدتها future perfect continuous اللي هو هون عندنا المستقبل التام، المستقبل التام المستمر، المستقبل المستمر. الجملة الأولى والاثنين مستقبل مستمر. وهي بتكون قاعدتها will زائد
have زائد verb three. أما بالنسبة لل future continuous فهي will زائد have زائد been زائد I. أما بالنسبة لل future continuous فهي will زائد be زائد ing. ارجع الآن إلى النص. الجملة رقم 3 اللي حاطين عليها 3 بتكون مستقبل تام، الجملة اللي حاطين عليها رقم 4 بتكون مستقبل تام مستمر، وبالنسبة للجملة الأولى والثانية بتكون مستقبل مستمر. طيب بحكي لك now match tenses A to C in exercise 4 to explanation 1 to 3. الآن بدنا نشرح كل قاعدة. بحكي لك an activity in progress at a specific time in the future. بحكي لك عبارة عن حدث مستمر في نقطة معينة في المستقبل اللي هو future continuous. بحكي عن حدث مستمر في المستقبل. An activity which will be completed by a specific time. حدث سوف يكتمل في المستقبل اللي هو اللي future perfect. يعني خلال 2025 أو 2026 راح يكون متخرج. إذا راح ينتهي في المستقبل. أما بالنسبة للأخيرة اللي هي اللي future perfect continuous اللي هو المستقبل التام المستمر بحكي لك an activity which continues up to a specific point in the future. بحكي لك حدث سيستمر لمدة معينة في المستقبل. تمام؟ إذا هو بيكون راح يستمر وبنفس الوقت راح ينتهي في نقطة معينة في المستقبل. وكأنه جمع بين القاعدتين، يعني كأنه جمع بين قاعدة إنه راح ينتهي في المستقبل وبين قاعدة إنه راح يستمر في المستقبل. إذا هو راح يستمر في المستقبل ولكن سينتهي أيضا في نقطة معينة في المستقبل. نروح للسؤال 6. يفضل انك تتبع معي من الكتاب عشان انا كاتب لك الجواب مباشره. Choose the correct answers to complete the sentence. بحكي لك by 2050 software will be able to predict traffic jams. خلينا نروح للكتاب معكم عشان تكون على بينه من الامر. اذا software will be able ولا will have been able to predict traffic jams. اذا بحكي لك خلال 2050 السوفتوير راح يكون قادر أن يتنبأ بالأزمة. هل راح يكون قادر تمام أن يتنبأ بأبل؟ لأنه عم نحكي عن تنبؤ ويل زائد فيرب وان عادة التنبؤ بياخد كما أخذنا في التمرين الأول. أم راح يكون عم بيتنبأ وفي نقطة معينة في المستقبل راح ينتهي؟ لا طبعا ما راح ينتهي في نقطة معينة في المستقبل، طالما أنه اخترعنا فراح يضل مستمر. In a few years خلال سنوات قليلة tablets won't exist. أجهزة التابلت سوف لن تكون موجودة anymore بعد الآن. They will have been replaced by smart watches. سوف يتم استبدالهم بساعات ذكية. إذن they will have been replaced by smart watches. ليش they will have been replaced؟ لأنه في نقطة معينة في المستقبل راح يختفوا راح ينتهوا. By the time today's young people retire, they will be working, well, they will have been working for 70 years. إذا, by the time today's young people retire, إذا, في غضون اليوم الذي سوف يتقاعد فيه الشباب الصغير اللي هو حاليا, they will been have working for 70 years. راح يكون صلهم عم بيشتغلوا 70 سنة. إذا أنا هون ليش استخدمت will have been working وما استخدمت will be working؟ لأنه بدي أحكي عن مدة راح تستمر في المستقبل اللي هي يعني خلينا نحكي مدة 70 سنة وهم عم بيشتغلوا. تمام؟ طيب بتزبط will be working لأنه كمان هي عم تحكي عن الاستمرارية في المستقبل. أيوة ولكن الآن هاي القاعدة بحكي لك إنه راح ينتهي في المستقبل، راح يكون في ريتاير، راح يكون في تقاعد. طالما إنه في تقاعد فشو القاعدة المناسبة اللي هي فيوتشر بيرفكت كونتينيوس؟ راح يستمر ولكن راح ينتهي بنفس الوقت. أما لو كان ما راح يتقاعد راح تضل will be working لأنه استمرارية في المستقبل. In a few decades everyone will be growing their own food. يلا هاي مثال يعني راح يتضح أكثر. بحكي لك in a few decades يعني خلال عقود قليلة الجميع راح يكون عم بيزرع طعامه الخاص.
مش الجميع راح يكون عم بيزرع طعامه الخاص وراح يوقف، ما راح يوقف وما راح ينتهي هذا الفعل، راح يكون عم بيزرع طعامه الخاص وراح يستمر هذا الموضوع، ما في اي دلائل على انتهائه. ننتقل الان للسؤال السابع ونحله مع بعض. بيحكي لك what will be eating in the future، شو الاشي اللي راح يتاكل في المستقبل. يلا خلينا نحل مع بعض. بيحكي لك by 2075 the population of the world will have risen to more than 9 billion. هنا بيحكي لك خلال 2007 2075 the population عدد سكان العالم will have risen راح يكون قد ارتفع to more than 9 billion. إذن لأكثر من 9 مليار. This is likely to mean، وهذا يعني من الأرجح يعني that we will need to use more and more land for housing، إنه إحنا بحاجة إن نستخدم مساحات أكثر وأكثر لبناء البيوت. We will also need to produce more food and it is unlikely، هذا الجواب، that we will be able to produce enough meat to feed all those people without further damaging the environment. بحكي لك احنا كمان ايضا بحاجة لانتاج طعام اكثر، ومن غير المحتمل انه نكون قادرين ان ننتج المزيد او من اللحم لاطعام كل هؤلاء الناس من غير ان نسبب ضرر في البيئة. Our eating habits will have to change. يعني عاداتنا في الاكل يجب ان تتغير. Luckily ولحسن الحظ scientists are already working on alternatives to meat. بيحكي لك وأنه العلماء يعملون على بدائل اللحم such as insects and synthetic protein. بيحكي لك مثل الحشرات وبروتين synthetic، يمكن من الحشرات، ما بعرف شو معنى synthetic. It may sound disgusting، وهذا يبدو مقرف، الظاهر أنه من الحشرات صلى الله عليه، but in a few years ولكن خلال سنوات all of us will be eating it، كلنا راح نكون قاعدين بناكله. الله الله المستعان، صار شو قاعدين بخبص. يعني حتى التوجهات العالمية صرنا نقرأها على شكل مقالات. المهم السؤال الثامن، rewrite the sentences below using the phrases from the box. أعد كتابة الجمل في الأسفل مستخدما الجمل الموجودة في الصندوق. طبعا this may do to better education. إذا هذا لربما بسبب تعليم أفضل. ممكن نستبدلها بنروح نشوف شو الجواب. بيحكي لك this may، طبعا هون كاتب لك be، بس إنه إحنا حطينا caused تسببت يعني، فحطينا قبلها have been. This may have been caused by أو this may have resulted from better education. إذا عندك resulted from أو caused متشابهين معدود لبيان السبب. يعني فبحكي لك إنه هذا لربما بسبب تعليم أو. اللي بعدها as a consequence of better medicine. هون consequence نستخدمها للنتيجة، وهذا بسبب يعني كنتيجة لي طب أفضل. People are likely to live until the age of 100. يعني الناس من المحتمل أن تعيش إلى عمر 100 نتيجة لوجود طب متقدم. Global warming is a certain cause. Give rise. Result in water shortages. إذا عندك give rise أو lead حسب ما كان موجود في الكتاب، أو cause أو result in بمعنى يؤدي يسبب إلى آخره، تمام؟ give rise يصعد، إحنا نعتمد مثلا give rise. Global warming is certain to give rise in water shortages. يعني الاحتباس الحراري من المحتمل، من المؤكد أنه يؤدي إلى نقص في المياه. والآن سؤال هون عندنا values. Can we all do something to help our planet؟ هل نستطيع فعل شيء لمساعدة الكوكب تبعنا؟ Yes, we can help our planet by reducing waste, conserving water, using renewable energy and supporting a sustainable practice. نعم يمكننا مساعدة كوكبنا
من خلال تقليل النفايات، المحافظة على الماء، استخدام طاقة متجددة، ودعم الممارسات المستدامة. والآن ننتقل للصفحة اللي بعد. ننتقل حبايبي لصفحة 18. التمرين الأول بيحكي لك threats to the environment، تهديدات إلى البيئة. In pairs, look at the before and after photos. What do you think happened? انظر إلى قبل وما بعد في هذه الصور، ماذا حصل؟ يعني هون بيحكي لك بالأرض كانت خصبة ومن ثم أصابها تدهور في التربة. شو بدنا نجاوب الآن مع بعض إحنا؟ طبعا هاي الأسئلة أنا حكيت لكم دائما بتفيدنا في التعبير. خلينا ناخذ معلومات قدر المستطاع. طيب the before يعني الصورة القبل، the before photo shows green landscape، تبين الأراضي الخضراء. While the after photo والصورة البعدية shows the environmental degradation يعني بتبين تدهور البيئة. has occurred قد حصل، possibly due to deforestation، خاصة من المحتمل يعني انه يكون من التصحر. climate change تغير المناخ، or human activity او نشاط الانسان. that led to habitat loss and soil erosion واللي ادى الى فقدان الموائل وتدهور التربة. نروح للتمرين اللي بعده. بيحكي لك complete the compound nouns then listen and check. بيحكي لك اكمل الاسماء المركبة، يعني مثلا acid rain المطر الحمض. خلينا نحلهم مع بعض ونشوف شو ترجمتهم. بحكي لك acid rain المطر الحمضي. اثنين endangered species، endangered species الأنواع المهددة بالانقراض. exhaust fumes الأدخنة العادمة، الأبخرة العادمة أو الأدخنة. fumes يعني الأدخنة هي اللي تطلع سواء من المصانع أو السيارات. fossil fuels اللي هي الوقود الأحفوري، الأحفير. global warming الاحتباس الحراري. greenhouse effect تأثير الاحتباس الحراري. إذا عندك جرين هاوس كأنه يعني البيت الأخضر، بمعنى إنه هاي الغازات هيك بيكون لونها أخضر سام. habitat loss فقدان الموائل. أوزون layer طبقة الأوزون. renewable energy الطاقة المتجددة. soil erosion تآكل التربة. toxic waste النفايات السام. vehicle emissions انبعاثات المركب. water scarcity ندرة المياه. wind turbine توربينات اللي هي المحركات محركات الريح، تمام؟ محركات اتوقع يعني زي اللي بتكون عند المزارع او عند المي، محركات بتولد طاقة. نروح للتمرين الثالث، نشوف شو بيحكي التمرين الثالث. pronunciation لف بيحكي لك read the compound nouns in exercise 2 aloud، اقراهم بصوت عالي. is the stress on the first or the second word of each compound noun؟ بيحكي لك هل الستريس، وهذا ممكن يجي السؤال ضع دائره، بيحكي لك الستريس يعني التركيز، تمام، بيكون على اول كلمه ولا ثاني كلمه في الاسماء المركبه. underline the correct word ضع خط تحت الكلمه الصحيحه. طبعا قبل ما نحل هذا التمرين خلينا نشوف شو بيحكي لك هون قواعد الستريس. the first word can be a noun بيحكي لك اول كلمه، يعني احنا مش حكينا acid rain، بحكي لك اول كلمه ممكن تكون اسم صفه او فعل. but the second word is always a noun ولكن دائما هي الاسماء المركبه لازم الاسم الثاني يكون اسم. مين اللي بيتغير؟ اول كلمه. على سبيل المثال climate change، اذا هون اجى climate اسم، ممكن فعل ممكن صفه، بس climate اجت اسم، والتشينج لازم تكون اسم تغير المناخ. industrial waste industrial اجت صفه يعني النفايات الصناعيه، اذا waste اجت اسم. بحكي لك هون adjective زائد noun. swimming pool verb and noun، هون اجى فعل swimming pool يعني بركة السباحة. طبعا هون هو يعني ما اجى هون اجى احنا بنسميها اللهم صل على محمد noun gerund، تمام، الاسم الموصوف، يعني هذا زي انه صفة مشتق من اسم. على اي حال مش راح ندقق على الموضوع، هم كاتبين انها verb. when both words are nouns بحكي لك لما تكون الكلمتين كلاهما اسماء. the stress is always on the first noun، اذا لما يكون عندي اسم واسم زي climate change
فالستريس راح يكون على الكلايمت. انا بدي اكون اركز على كلمه المناخ، كلايمت تشينج، كلايمت تشينج. اذا انا شو بيكون تركيز الستريس؟ وين بيكون؟ على كلايمت. شايف حط لك اياها بالاسود. When the first word is an adjective، لما تكون الكلمة الأولى صفة أو فعل، the stress is on the second word. الستريس، تمام، التشديد بيكون وين؟ على الكلمة الثانية. إذا كانت اسم، اسم تشديد على الكلمة الأولى، إذا كانت صفة أو فعل الكلمة الأولى، فالتشديد بيكون على الكلمة الثانية. The industrial waste. Industrial صفة، فقطعا راح تكون، يعني في حالة الأسماء دائما على أول كلمة، في حالة الصفات والأفعال دائما على ثاني كلمة. احفظها بهي الطريقة. خلينا نشوف يا حلوين هاي القاعدة اللي هو. نروح للتمرين الثالث ونطبق هاي القاعدة. بدنا نشوف وين التركيز راح يكون. acid rain اسم، اسم، فالتركيز راح يكون على الكلمة الأولى. endangered species أنواع منقرضة، عندنا صفة فراح تكون التركيز على species. exhaust fumes اسم، اسم، فالتركيز على أول كلمة. fossil fuels أسماء، فالتركيز على الكلمة الأولى. global صفة، global warming، الاحتباس الحراري أو الاحتباس أو الحرارة العالمية زي هيك، تمام، الاحتباس العالمي، فراح يكون التركيز على warming. greenhouse effect، التركيز على الكلمة الأولى لأنه كلاهما أسماء. habitat loss، التركيز على الكلمة الأولى، اسم، اسم. ozone layer، اسم، اسم، فالتركيز على الكلمة الأولى. renewable energy، renewable صفة، فالتركيز على الكلمة الثانية. soil erosion أسماء، فالتركيز على الكلمة الأولى. toxic waste، toxic صفة، فالتركيز على الكلمة الثانية. vehicle emissions، التركيز على الكلمة الأولى لأنها أسماء. water scarcity، إذا نقص في المياه، طبعا دائما حكينا الكلمة الثانية لازم تكون اسم، 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 فالتركيز على أول كلمة. wind turbine، فالتركيز أيضا على أول كلمة. ننتقل للسؤال اللي بعده يا حلوين، السؤال الرابع استماعنا إن فيه. بدنا ننتقل للسؤال الخامس إن شاء الله. السؤال الخامس. Complete the sentences with compound nouns from exercise. بحكي لك أكمل الجمل بالأسماء المركبة من التمرين رقم 2. إذا تمرين رقم 2 بدنا نعبيه بالفراغات. خلينا نشوف الأجوبة مع بعض يا حلوين. شوف ما أحلى كيف الأجوبة هيك، أنا مظلل لك إياها. 80% of the energy we consume is provided by fossil fuels which pollute the atmosphere. إذا بحكي لك 80% من الطاقة التي نستهلكها is provided by fossil fuels which pollute the atmosphere. إذا 80% من الطاقة اللي بنستهلكها يتم، يعني هي مزودة من قبل الأحافير اللي تلوث الغلاف الجوي. Deforestation causes soil erosion because tree roots are no longer in a place to bind the earth together. بحكي لك التصحر يسبب تآكل في التربة بسبب جذور الشجرة are no longer in a place to bind the earth together. إذا جذور الشجرة صارت يعني متهالكة غير مرتبطة في الأرض. It is claimed that vehicle emissions from cars kill twice as many as people accidents as accidents caused by vehicles. بحكي لك يزعم أن يعني انبعاثات المركبة من السيارة تقتل مرتين عدد ناس أكبر من الحوادث المتسببة من قبل المركبات. Up to 300 homes can be powered by one wind turbine using wind. بحكي لك أكثر من 300 بيت يمكن أن يتم تزويده بالكهرباء، أو يعني يتم تزويده بالباور اللي هو الكهرباء أو الطاقة، by one wind turbine، من خلال محرك توربين واحد، محرك هوائي using wind، باستخدام طاقة الرياح. Habitat loss is the greatest threat to endangered species which are close to extinction. بحكي لك فقدان الموائل، المواطن يعني، هو أكبر تهديد للأنواع المهددة بالانقراض والتي هي يعني قريبة من الانقراض. يعني هون طبعا الأنواع المخطرة القريبة من الانقراض لترجمة هذا. For safety reasons، لأسباب آمنة. Toxic waste، النفايات السامة must be stored، يجب أن تخزن in sealed containers، حاويات مختومة underground تحت
الأرض. acid rain damages buildings, forests and kills fish. بحكي لك المطر الحمضي يدمر البيوت الغابات ويقتل الأسماك. السؤال السادس بحكي لك reflect culture in small groups. الثقافة في مجموعات صغيرة. reflect culture انعكاس الثقافة. make a list of at least three environmental issues for each of the categories below. يعني بحكي لك اعمل قائمة بالمشاكل البيئية الثلاث على الأقل for each of the categories below. لكل من الفئات التالية في الأسفل. the most urgent issues to deal with. يعني القضايا العاجلة الأكثر أهمية للتعامل مع. ideas for how people could easily change their behavior. أفكار كيف إنه الناس من السهولة ممكن يغيروا سلوكها. the issues that most affect you. المشاكل الأكثر تأثيرا فيك. طيب نروح للأولى. the most urgent issues to deal with. القضايا الأكثر إلحاحا للتعامل مع اللي هي global warming, deforestation, pollution. ما في داعي ترجم, مكتوب الترجمة. ideas for how people could easily change their behavior. يعني أفكار كيف الناس ممكن تغير سلوك. طيب خلينا نشوف كيف ممكن الناس تغير سلوك. reduce التقليل, reuse إعادة استخدام, recycle إعادة تدوير. use public transportation وسائل النقل العام. conserve water and energy حفاظ على المياه والطاقة. the issues that most affect you. المشاكل الأكثر تأثيرا فيك. air pollution, water scarcity, loss of green spaces. وننتقل الآن يا حلوين مع بعض إن شاء الله إلى الصفحة 18. وننتقل يا حلوين مع بعض للصفحة 19. speaking محادثة in pairs. أنت وزميلك look at the photos and make a list of weather related vocabulary to describe them. انظر إلى الصور واعمل قائمة من مفردات المتعلقة بالطقس وصفهم. which of the types of weather have you seen. ما هي أنواع الطقس التي رأيتها. الآن نروح للصورة. إيه واضح أنه بتحكي عن deforestation والجو الصحراوي. خلينا نشوف شو كتبنا. drought جاف, dry جاف, وارد. هذول كلها مصطلحات جفاف. اللي بعدها كانت صورة عن الفيضانات. flooding فيضان, wet يعني مبلول, inundated كلها مصطلحات توصف الفيضان وكثرة المياه. الصورة الثالثة كانت عن الثلج. snow cold icy. الصورة اللي بعدها كانت عن العواصف. storm عاصفة, windy رياحي. tempestuous يعني خلينا نحكي انه الرياح شديدة. الآن نروح للسؤال اللي بعده. make more weather related collocations using the nouns from the box. بحكي لك يعني اصنع collocations تراكيب متعلقة بالطقس باستخدام الأسماء من الصب. خلينا نشوف كيف السؤال شكله من الكتاب. يلا بدنا نملأ يعني بدنا نركبهم مع بعض. خلينا نشوف يا حبيبين احنا شو كتبنا. وهي كتبنا لكم المعاني عشان ما يفوتكم شيء. blistering heat حرارة شديدة. freak weather طقس يعني بيكون متقلب يعني متغير, فهمت علي, مش طبيعي غير معتاد. gale force winds رياح قوية عادي. heavy rain أمطار غزيرة. high temperatures حرارة مرتفعة. scorching sun بين يعني شمس حارقة. soaring temperatures soaring هذا أحيانا مو واحد يكون soaring يعني يكون مثلا حلقه بوجهه, فهمت علي, فهو يعني شيء شديد. Sub-zero temperatures تحت دون الصفر. Torrential rain أمطار غزير. In groups discuss the questions بحكي لك ناقش هاي الأسئلة. شوف كيف السؤال مبين من الكتاب. تمام يلا خلص احنا كاتبين حاطين الأجوبة. What problems do such weather conditions cause. ما هي المشاكل التي تسببه حالات الطقس. طبعا يبدو انه اللي احنا كنا عم نحكي اول شيء عن الجو الجاف. طيب خلينا نشوف. droughts can lead to water shortages and crop failures. بحكي لك انه الجفاف يؤدي الى نقص المياه. water shortages and crop failures وفشل المحاصيل. flooding can cause damage to homes infrastructure and can lead to loss of life.
الفيضان ممكن أن يسبب damage ضرر في البيوت infrastructure بنية تحتية and can lead to loss of life ويؤدي إلى فقدان الحياة. Snow can disrupt transportation and cause accidents. الثلج ممكن أن يؤدي إلى اضطراب في المواصلات ويسبب الحوادث. Storms can damage property, cause power outages and lead to injuries. إذا العواصف can damage property تسبب يعني damage property للممتلكات. و وتؤدي إلى انقطاعات في الكهرباء أو الطاقة and lead to injuries وتؤدي إلى الإصابة. طيب السؤال اللي بعده، انظر إلى بعض الحجج التي يطرحها الناس حول تغير المناخ، هل تعتقد أن هناك حقيقة فيها؟ اللي هو كان السؤال وين السؤال؟ نعم السؤال الثاني اللي هو look at some arguments people make about climate change do you think طيب شو هي الـ the temperature is actually cooling rather than heating up بحكي لك انه الحرارة حاليا قاعدة يعني بتكون لطيفة اكثر ما انه قاعدة بترتفع. Climate change is not being caused by human beings بحكي لك انه تغير المناخ او الاحتباس الحراري ما سببه الانسان. خلينا نشوف شو الاجوبة. ايوه الان هذا الرد discussing points بحكي لك scientific consensus indicates that global temperatures are rising يعني العلماء قاعدين بيشيروا انه هناك في ارتفاع في درجات الحراره. لا ابدا الجو مش قاعد بيصير لطيف بالعكس قاعد الحراره ترتفع. طبعا السؤال الثاني هل انه الانسان كان له ضرر. The majority of climate scientists agree that human activities such as burning fossil fuels are a major cause of climate change بيحكي لك غالبية علماء المناخ يتفقون انه يعني نشاطات الانسان مثل الحرب اللي هي شو سميناها الاحافير طبعا انه يعني بيستخرجوا منها الغازات والنفط والابصر شيء are a major cause of climate change وهي السبب الرئيسي في تغير المناخ. نروح للسؤال الخامس اللي بيحكي عن الساي بوست Study active listening then match the signposting phrases to the function. إذا هاي الجمل إحنا يعني بسموها signpost. شو معنى signpost؟ بحكي لك are phrases that help you to follow what a speaker is saying. هي جمل بتساعدك أن تتبع ما يقوله المتكلم. أن تتبع ما يقوله المتكلم. أو أن تلحق. They can also indicate how something relates to what has already been said. ويعني أيضا ممكن أن يشيروا إلى الشيء يتعلق بشيء قيل سابقا يعني تكملة للحوار. تمام يعني مثلا عندك I am going to be talking about من وصلها مع سيدي هي introducing the topic اللي هو تقديم الموضوع بداية الكلام. لما تحكي مقدمة شو بتحكي انت I am going to be talking about انا راح يعني اتكلم عن. In other words وبكلمة اخرى الجواب طبعا اللي هو B indicating that the speaker is going to paraphrase what they just said بيحكي لك يشير إلى أنه المتكلم راح يعيد صياغة ما قاله. ثلاث الآن خلينا نشوف الأجوبة ثلاث مع إيه اللي هي sequencing an argument اللي هو التعاقب الحجة أو الرأي حكينا مع ثلاث مع ايه second thing is الشيء الثاني هو قاعد انت بتتابع الحوار بتعاقب الحوار تمام تعاقب تعاقب من التتابع ايوه اللي بعدها يا حلوين اللي هي اي اربعة مع اي هنشوف شو اربعة whereas بينما indicating another example اشارة الى مثال اخر واخر شيء to sum up هاي السم اب دائما بتكون لها علاقة بالنهاية بالخاتمة الخلاصة concluding الخلاصة. ننتقل إلى السؤال السابع السؤال السادس استماع والاستماع غير متوفر يا حلوين بحكي لك reflect
تفكر. Society discuss the questions. المجتمع ناقش الأسئلة. Is climate change something that you worry about? Say why. هل تغير المناخ هو شيء أنت تقلق بشأنه؟ What do you think individuals can do to make a difference? يعني شو تعتقد أنه الأفراد ممكن يعملوا إشي مختلف أو يعني يعملوا فرق؟ Climate change, إذا هذا جواب السؤال أول. هل أنت قلق؟ Climate change impacts, تأثيرات اللي هو تغير المناخ, can cause concern due to its potential effects on the environment, economy and ممكن يسبب قلق أو مشاكل بسبب التأثيرات المحتملة للبيئة الاقتصاد والهند. هل الأفراد ممكن يغيروا؟ Individuals can reduce their carbon footprint, advocate for policy changes, support renewable energy and engage in sustainable practice. إذا هل الأفراد ممكن أن يقللوا من الكربون؟ هاي ما إلها داعي, خلاص نمحي أخفف عنكم شوي. Support renewable energy, دعم الطاقة المتجددة, and engage in sustainable practice, ويعني التشارك في ممارسات مستدامة. يعني يمكن مستدامة أنا يعني مثل الطاقة المستدامة, مثل أحيانا الأشياء التي يمكن إعادة تدويرها إلى آخرين, يمكن يسموها sustainable. ننتقل الآن يا حلوين إلى الصفحة 20, وفي عندنا هون قطعة جديدة. ننتقل حبايبنا للصفحة 20, الفقرة اللي بتحكي they need saving too, يعني يحتاجون إلى إنقاذ. طبعا هاي الفقرة بتتكلم عن حيوانات يعني مهددة بالإنقراض. In pairs, look at the photos on the right. What do you think all these creatures have in common? بحكي لك انظر إلى هذه الصور على اليمين. ماذا تعتقد أن هذه الكائنات creatures بماذا تشترك؟ شو في شيء شائع بين هذه الكائنات؟ ما هو الشيء المشترك بين هذه الكائنات؟ خلينا نجاوب. بحكي لك these creatures are either endangered or at risk of extinction. يعني هذه الكائنات إما endanger يعني مخطرة مهددة بالخطر, أو at risk of extinction أو في خطر الانقراض. نروح على السؤال اللي بعده. Read the article quickly and find two things the creatures have in common. إذا اقرأ المقال بسرعة. And find two things, وجد شيئين. The creatures have in common, الكائنات لديها بشكل شائع. خلينا نقرأ الآن الفقرة ونشوف شو هي الأشياء المشتركة. نقرأها من, طبعا نحن جاوبنا هنا بسرعة. They are less well known or exciting compared to other endangered species, making them more likely to be overlooked in conservation efforts. إذا أول شيء, all these creatures are critically endangered and need conservation efforts to survive. كل هذه الكائنات مهددة بالخطر وتحتاج إلى جهود للحفاظ عليها لكي تبقى على قيد الحياة. فبحكي لك they are less well known, يعني هي أقل يعني أقل شهرة أو إثارة, يعني شكلها غريب نوعا ما. تمام, الناس مطلع عليها ما بتحبها. compared to other endangered species, مقارنة بحيوانات مهددة بالانقراض أخرى. making them more likely to be overlooked in conservation efforts, يعني الحيوانات الثانية اللي بيكون شكلها طبيعي, مثلا دب الباندا, يعني نفرض انه مهدد بالانقراض, هذا بيحظى بعناية اكثر. اما الحيوانات هسه اللي راح نشوفها هي يعني شكلها غريب, فهمت علي؟ فما حدا بيهتم انه يحافظ عليها. خلينا نقرا النص. اول شيء اللي هو النص ايه, راح نقرا النص ايه, يلا نشوف مع بعض والترجمة. The popularity of animals like the giant panda. بحكي لك شهرة الحيوانات مثل الباندا الضخم, which is the symbol of the worldwide fund for nature, والذي يعد رمزا للصندوق العالمي للطبيعة, helps raise money for critically endangered species. يساعد يعني هذا الكائن في جمع
الأموال للأنواع المهددة بالانقراض. However, ولكن less well-known or less exciting creatures. الكائنات اللي هي أقل شهرة like invertebrates الحيوانات اللافقارية which make up over 90% of all earth creatures والذي تشكل 90% على الأرض من الكائنات receive very little attention and funding for conservation تتلقى القليل من الاهتمام وفندنج الدعم المالي for conservation للمحافظة عليها القليل من الدعم المالي والقليل من الاهتمام هاي الترجمة موجودة أمامك اطلع عليها The blob fish سمك البلوب is often considered an attractive شفتوا منظره صح؟ بيحكي لك يعتبر غير جذاب يعني فعلا شكله عاطل تقول عليه تقول من الأردن عليه مليون قرض أنا attractive with its tiny eyes مع عيونه الصغيرة big mouth فمه الكبير and slimy pink body وجسمه الوردي السليمي تعرف هذول اللي بيلعبوا أو سلايمي سلايم بيلعبوا بالسلايم لزج يعني it lives deep in the ocean ويعيش بالعمق في المحيط with higher water pressure مع ضغط مياه عالي which is why it has fins and no skeleton ولهذا السبب لديه الفنز اللي هي الزعانف وليس هيكل عظمي يمكن يعني ما في شوك These fish often get swept into fishing nets accidentally when boats are fishing for other sea creatures وغالبا ما يعني تتعرض للاصطياد من خلال الشبك بشكل يعني عن طريق الصدفة لما القوارب بتكون عم تصيد كائنات أخرى إذا غالبا ما تصرف هذه الأسماك إلى شباك الصيد عن طريق الخطأ عندما تصطاد القوارب كائنات بحرية أخرى نروح على الفقرة سي ونشوف عمك البانجولين هاي البانجولين The pangolin أو بانجولين is threatened due to poaching إذا بحكي لك إنه البانجولين هو مهدد بسبب صيد الجاب poaching يعني صيد الجاب primarily for traditional Chinese medicine بسبب استخدامه أو بشكل رئيسي لأنه بيستخدمه في الطب الصيني التقليدي its scales خراشفه are highly valued ذو قيمة عالية which has led to a dramatic decline in its population واللي أدى إلى تدهور شديد في أعداده Despite being covered in scales وبالرغم انه مغطى بالحراشف it is a mammal يعتبر من الثدييات its scales protected from predators ويعني الحراشف تبعه بتحميه من البريدرز اللي هي كائنات مفترسة but not from poachers ولكن ليس من البوتشرز اللي هم اللهم صل على محمد حكينا البوتشرز اللي هو الصيد او الصائدين الجائري تمام يعني زي الهانترز احنا نحكي لهم او بوتشرز بس هذول يعني صيادين جائري طيب نروح على حيوان الاي اي نشوف حيوان الاي اي وينه يا طويل العمر حاطين له صوره ولا مش حاطين له صوره الله اعلم اذا انه حاطين له صوره شكله مش حاطين له صوره على اي حال هون نشوف اي اتوقع امكانات لا شو مش حاطين عليه مش كاتبين اي اي طيب يمكن هو أنواع من القرود خلينا نشوف مع بعض The eye eye is a nocturnal primate found only on the island of Madagascar أو مدغشقر فبيحكي لك عمك الاي اي هو قرد ليلي يوجد فقط في جزيرة مدغشقر Its appearance مظهره with long fingers إذن شكله يعني أصابع طويلة and unique look ويعني منظر هيك فريد من نوعه causes people to find it unattractive يعني الناس بتشوفه غير جذاب this has led to it being unfairly considered to considered an omen of bad luck الناس يعتبرونه غير جذاب والذي أدى إلى اعتباره بشكل
غير عادل، يعني بيعتبروه نذير شوم. تمام، نذير شوم يعني زي الغراب بيعتبروا احيانا صوته نذير شوم. طيب الان يعني فقره لطيفه فيها معاني شوي صعبه ولكن لطيفه، خلينا نشوف الاسئله. What helps raise money for critically endangered species؟ اذا شو اللي بيساعد على انه الناس تتبرع بالمال للحيوانات او للانواع المهدده بالانقراض بشكل حرج؟ الجواب كان popularity of the giant panda، شهرة الجاينت باندا. إذا شهرة الجاينت باندا كانت تخلي الناس تتبرع بالأموال عكس الحيوانات الأخرى، ما كان الناس يتبرعوا لها بسبب يعني عدة أسباب، منها منظرها أن أتراكتيف أو أن نون غير مشهورة. طبعا هون بحكي لك government funding يعني الدعم الحكومي، local donations تبرعات محلية، private zoos اللي هي حدائق حيوانات خاصة. What percentage of Earth's creatures are invertebrates؟ ما هي نسبة الحيوانات اللافقرية؟ حسب الفقرة اللي قرأناها 90% 90%. Why do less exciting creatures get less attention؟ طبعا هذا يعني هو السؤال، سواء كان ضاع دايرة ولا جابوا لكم يا كتاب، انت الان صار عندك معرفة من وين تلاقي الجواب. ليش يعني الحيوانات الاقل شهره او الاقل متعه او الاقل يعني شكلا بتتلقى اقل اهتمام؟ They are less well known، بسبب انها اقل شهره. وممكن يكون في جواب ثاني، ان اتراكتيف، غير جذاب، يعني تعدت الاجوبه لما تشوف. What is a blobfish considered؟ ماذا يعتبر سمكه البلوبفيش؟ ايش يعتبروها؟ اللي هو بيج ماوث وتايني ايز وعيون صغيره، ان اتراكتيف. Why does the blobfish have no skeleton؟ ليش ما عنده عظم؟ شوك. It lives in deep ocean with high pressure. إذن يعيش في عمق المحيط with high pressure، مع ضغط مياه أو مع ضغط عالي، مع ضغط المياه العالي. How do blobfish often end up in fishing nets؟ كيف عادة شبكة الصيد بتجرف البلوب فيش معها؟ تمام، بحكي لك they are swept in accident، يعني يتم جرفهم عن طريق الخطأ، عن طريق الصدفة. هم بيكون بيصيدوا كائنات ثانية، بيرموا الشبكة واللي بيطلع معهم البلوب فيش، شكلهم بزتوه منظره بقلات. طبعا تبارك الله أحسن الخالقين، من باب المزح فقط. Why is the pangolin highly valued؟ Why is the pangolin highly valued؟ عمك البانجولين ليش يعتبر قيم جدا؟ For its scales، بسبب حراشه، طبعا بيستخدموه في الطب الصيني حكينا. What has caused a dramatic decline in the pangolin population؟ شو اللي سبب بانحدار فصيلة البانجولين اللي هو البوتشنج، الصيد الجائر؟ Despite being covered in scales, the pangolin is actually a mammal. وبالرغم من أنه مغطى بالحراشف يعتبر من الثدييات. What do the scales of the pangolin protected from predators؟ اللي هي يعني السكيلز، الحراشف تبعه تحميه من إيش؟ من المفترسين، predators. Where is the eye found؟ أين يوجد حيوان الاي، القرد الاي، مدغشقر؟ When is the eye active at night؟ متى بيكون نشيط في الليل؟ عشان هيك سموه nocturnal، يعني حيوان ليلي. Why do people find the eye unattractive؟ ليش يعني بيشوفوا الناس غير جذاب؟ Its long fingers and unique look، بسبب أصابعه الطويلة ومنظره الفريد. What unfair superstition is associated with the eye؟ ما هي الخرافة الغير عادلة؟ هم شو كانوا كاتبين في النص؟ يعني عفوا احنا لما قرأنا، ايوه ان اومن، تمام. هون شو حاكين؟ جابوا لكم مصطلح ثاني، انفير، ان اومن غير عادل، انفير غير عادل، سوبستيشن التي يعني شو هي الخرافه الغير عادل المرتبطه بالاي اي؟ بيحكي لك it is an omen of bad luck. طبعا يعني راجعوا لفظ الكلمه هي اومن اومين، بس اتوقع انه اومن يعني، نرجع نراجعها ان شاء الله. فبيحكي لك انه هو نذير شوم،
Which animal is the symbol of the World Wide Fund of Nature؟ إذا ما هو الحيوان الذي يعتبر رمز the World Wide Fund اللي هي منظمة التمويل العالمية للطبيعة؟ شو رمز هذه المنظمة؟ شو الحيوان الذي يرمز لهذه المنظمة اللي هو الجاينت باندا أو الباندا الضخم؟ Why are less well-known creatures more likely to become extinct؟ ليش الأقل شهرة هم الأكثر عرضة للانقراض؟ They don't get enough attention from researchers. إذن هم لا يقضوا باهتمام كافي من الباحثين. What makes the blobfish look unattractive؟ شو اللي بيخلي عمك البلوبفيش يبدو غير جذابا؟ It's tiny eyes, big mouth and slimy أو slimy. توقع أنه slimy بما أنه يعني slime. Pink body، ولكن برضو هين نرجع من الراجع لفظة. عيونه الصغيرة، فمه الكبير، وجسمه الوردي اللزج. What pressures the blobfish is protected from being crushed؟ بحكي لك إذن يعني شو هو نوع الضغط اللي البلوبفيش بيكون محمي منه من إنه يحطمه، اللي هو الووتر بريشر. إذن هو البلوبفيش محمي من ضغط الماء، مشان هيك حكينا إنه هو عنده فينس زعانف وما عنده سكيلتون، ما عنده شوك او عظم، مشان هيك عشان انه بعيش في الاماكن العميقه ديب ووتر، سو هي از بروتكتد فروم ووتر بريشر، يعني هو محمي من ضغط الماء. هاو دو تراديشنال تشاينيز ميديسن براكتسز امباكت بانجولينز؟ اذا كيف يعني التقليد الممارسات الطبيه الشعبيه الصينيه اثرت على البانجولينز؟ they led to poaching، يعني they lead to poaching، يعني أدى إلى الصيد الجائر. Why are eyes considered solitary creatures؟ ليش الاي اي يعتبر يعني حيوان معزول، كائنات معزولة؟ they live alone and are seen as omens of bad luck، لأنهم بعيشوا لحالهم ويعني يعتبروا ويروا كيعني نذير شو أو جاذبي للحظ السيء. الآن ننتقل مع بعض للصفحة 21. ننتقل حبايبي مع بعض للصفحة 21. Read the article again، اقرأ النص مجددا. In which paragraph does the author، في أي فقرة المؤلف يخبرنا عن نوع الحيوانات التي تحصل على أقل تمويل بسياق البحث والحفاظ عليها؟ إذا شو هي الحيوانات؟ خلينا نشوف صفحة 21. طيب اللي هي يا سيدي موجودة بالفقرة إيه؟ Invertebrates، حيوانات اللي بدون عمود فقري، لا فقريات. Animals without a backbone make up over 90 of all the creatures on earth، تقريبا نسبتها 90% أي حيوانات لا فقرية تحظى بأقل اهتمام التمويل والبحث بسبب شكلها الغير جذاب. طيب tell us about a creature whose body is perceived as useful by humans. إذا بحكي لك أخبرنا عن يعني كائن جسده يتم تصويره على إنه مفيد للإنسانية، اللي هي حكينا عن البانجولين، تمام، وبيستخدموه بالطب الصيني، تمام، highly prized in traditional Chinese medicine مثل ما حفظنا بالفهم. Mention a belief that a particular creature might be good bad sign، اللي هو الاي اي لما حكوا عنه انه omen of bad luck، نذير شو. Explain how، اين ذهبت يا، explain how creatures physical features protected from an extreme environment، كيف يعني خصائص جسد الحيوان بيحميه من بيئه شديده جدا، لما حكينا عن البلوب فيش وانه بسبب انه عنده فينس زعانف مش عظم مش سكيلتون مش فقاري بيحميه من انه يتم تحطيمه من قبل ضغط المي العالي. Explain why wildlife conservation institutions often choose certain animals to represent them، ليش المنظمات العالمية بتختار حيوانات معينة لتمثيلها؟
It's no accident that the symbol of the worldwide fund بيحكي لك اختاروا الجاينت باندا بسبب انه هاي الحيوانات لطيفة وجميلة، وكنا يعني بنتفق انه لازم نحافظ عليها، لازم ننقذها. اللي بعدها describe an animal that is very different from other in its class. بيحكي لك صف حيوان that is very different يعني مختلف عن الآخرين in its class من نفس يعني الفئة اللي هو أو في فئته عفوا اللي هو الباراجراف دي الفقرة دي اللي هو حكينا الآي آي شماله موجود بمدغشقر وهو حيوان ليلي وسوليتري توحد زلمة بيعيش لحاله وفيري فروي يعني شو كمان ويعتبر انه حظه سيء، هو الوحيد هذا اللي يعني الحيوان اللي يتكلموا عن الحظ السيء يبدو انه مختلف. نروح للسؤال الرابع، شو يا حلوين بيحكي السؤال الرابع. Write the highlighted words from the article under the correct heading. بيحكي لك اكتب الكلمات الملونة باللون الأصفر بالفقرة بالمقال under the correct heading تحت العناوين الصحيحة. خلينا نشوف. طيب animals حيوانات زي البلوب فيش زي البانجولين زي الاي اي. parts of the body اجزاء من الجسم اللي هو السكيلز والفينز الحراشف والزعانف. adjectives صفات توصف هذا الكائن an attractive slimy. طبعا هاي سلايمي طلعت وهذيك الكلمه والاسم منها سلايم تمام، هذيك الاسم سليم يعني نحيل شخص نحيل تمام، فقط من باب المعرفة. nocturnal ليلي يعني بخرج بالليل. نشوف السؤال الخامس يا حلوين من الكتاب، اول شيء دائما عشان تكون على بينه من امرك. complete the collocations from the article with the correct words from the above. اكمل الكولوكيشنز تركيب الجمله from the article من النص with the correct words مع الكلمات الصحيحه من الصندوق. خلينا نشوف شو حلينا. بحكي لك animals that are classified as endangered are at risk of becoming extinct أن تصبح منقرضة becoming extinct. هون طبعا فعل وحكينا لما يكون اسم بنأكد على أول كلمة، لما يكون فعل أو صفة وبعدها اسم بنأكد على ثاني كلمة. tigers the largest living cats on earth are the top of their food chain so they have no natural predators تمام. إذا النمور القطط الأكبر اللي تعيش على الأرض هي الأعلى في قائمة أو في سلسلة الطعام، في قائمة سلسلة الطعام يمكن يعني أتوقع أنه مين اللي يعني اللي بيفترس الثاني. So they have no natural predators ليس لديها مفترسين طبيعيين، بمعنى أنه ما لها أعداء لأنه هي أصلا هي اللي تتغذى على الكائنات اللي أقل منها. The orangutan شكله انه حيوان and the black rhino وال شو بنسميه وحيد القرن الاسود الاورانجوتان ابحثوا عنه انا ما بعرف شو are critically endangered يعني مهدد بالانقراض او مخطرين بشكل حرج which means they are facing a very high risk of extinction يعني بواد شو خطر الانقراض بشكل عالي تمام. السؤال السادس ننتقل يا حلوين للسؤال السادس. complete the short text below with words from exercise 4 and 5 اكمل هذا النص القصير من التمارين 4 و 5. يلا نشوف مع بعضينا الاجوبة. the blue whale الحوت الازرق. the blue whale is critically endangered مخطر يعني مهدد بالانقراض. blue whales Blue whales are solitary animals. إذن هي حيوانات solitary يعني متوحدة. Preferring to travel alone or in small groups. تفضل السفر لوحدها أو مع مجموعة صغيرة. They have few natural predators other than man. لديها بعض المفترسين الطبيعيين غير الإنسان. The pygmy تارزير هذا اللي شفناه قبل شوي اذا بتشوفه والله يا بيجمي انتهلكنا يا بيجمي. طيب خلينا نشوف.
بحكي لك until 2008 the tiny pygmy tarsier was assumed to be extinct. يعني بحكي لك انه في 2008 تم الافتراض انه هذا انقرض. The animals look very cute and nocturnal. بيبين يعني هو شكله زي الاي اي هذا. كثير كيوت وليلي with what looks like a permanent smile. وبتضل عليه الابتسامة الدائمة تمام؟ يعني كأنه هو مبتسم مبتسم الأخ مبتسم. معليش مبتسم ممكن تعطيني شيء نحرز نبتسم عشانه. Speaking what can be done about the situations. طيب هذا يعني سؤال عن الإحصاءات بيحكي لك إحصائيات since 1978 منذ 1978 over 100 Arabian oryxes have been bred in captivity in Jordan. يعني أكثر من 100 غزال مها يعني تم تكاثرهم in captivity يعني في مأوى in Jordan محميات. How could this species be reintroduced to the wild. كيف يمكن لهذه الكائنات إعادة تقديمها للبرية؟ يعني بدك تطلعها من المحمية الآن توديها البرية. ما إن الآن في هذا السؤال وننتقل يا حلوين للصفحة 22. ننتقل حبايبي للصفحة 22. خلينا نحل هذا السؤال الثالث اللي هو بيتكلم عن الإيديومز المصطلحات تمام. في عندنا هون بعض المعاني مثل فنس سياج فينجر اصبع قراب يجذب يسحب مايند عقل او يرى رايا سكند ثانيا سبوت بقعه تراك يعني يتتبع وات ماذا وذ مع. خلينا الان نشوف هذا السؤال كيف بنحل. طيب I am torn between هذا المصطلح انا ممزق بين يعني انا محتار بين هذا الراي وهذا الراي تمام. انا بين نارين بين المطرقه والسنديان تمام. I am on the fence انا متردد بخصوص يعني انا على السياج اروح يمين اوقع يمين ولا اوقع شمال تمام. I am having second thoughts اذا انا لدي شكوك هون. هو I am having second thoughts يعني انا لدي افكار ثانيه هون بمعنى الشكوك تمام. يعني واحد ما بيتخذ قرار. طبعا هون شو حكوا لك هاي المصطلحات expressing indecision تعبر عن عدم اتخاذ القرار محتار. اذا كلها مصطلحات الحيرة I can't make up my mind لا استطيع اتخاذ قرار مش لا استطيع ان اسمع عقلي دير بالك كتر. On the one hand but on the other hand يعني في الجهة الاولى ولكن في الناحية الاخرى. I can't put my finger on it. لا أستطيع تحديده بالدقة. ما بقدر أحط إصبعي عليها. تمام؟ يعني ما بيعرف يحدد. Expressing agreement يعبر عن الاتفاق. You are spot on. أنت على البقعة. يعني أنت محق تماما. That's exactly what I was going to say. Absolutely. Exactly. تماما. Expressing disagreement يعبر على عدم التوافق. It doesn't grab me. هذا لا يجذبني. I think we are on the wrong track. أعتقد أننا على المسار الخاطئ. That's a good point. هذه نقطة جيدة ولكن. Okay but another option might be. ولكن ماشي ولكن يعني في خيار أحسن. Seriously بجدية. اللي بعده بيحكي لك reaching a decision. الوصول إلى قرار. So let's make a decision on this. هي نتخذ قرار من أجل هذا. Okay. So shall we go with? هل يجب أن نذهب مع؟ هل يجب أن نقرر كذا؟ It looks as we agree that يبدو أننا نتفق على. يلا نحل التمرين اللي بعده على المصطلحات اللي أخذناها. هاي التمرين تمرين رقم 4 تمام. يلا بحكي عن البوسترات. Which poster do you prefer؟ شو هو الملصق اللي أنت بتفضله؟ I don't know أنا يعني مش عارف. I am on the fence أنا يعني متردد على السيال. With the one with the water bottle أنا متردد مع يعني الملصق اللي بالزجاجة الماء and that one with the bright colors والثاني بالألوان الزاهية. نادي I can't put a finger on it يعني أنا مش قادر أحدده بدقة but the one with the water bottle doesn't grab me ولكن اللي مع المي
لا يجذبني. maybe it's just not original. يمكن مش أصلي. I don't think this idea will really inspire people to take part. It takes a lot of effort to remember to bring in a reusable bottle. We need to think about how to motivate people to do it. يعني بيحكي لك إنه أنا ما أعتقد إنه هذا يعني راح يلهم الناس. ممكن يعني نعمل جهود أكثر لجلب مثلا زجاجة قابلة لإعادة استخدام. لازم نفكر أكثر كيف نحفز الناس يعني بهذا الملصق. تمام، يعني مثل جماعة اللوجو والجرافيك ديزاين اللي بيصمموا. That's a good point. هذه يعني نقطة جيدة. But maybe that depends on how we present the concept. ولكن هذا يعني يعتمد كيف إحنا نقدم المفهوم. نادية، yes you are in spot on. يعني أنت محقة تماما يا فاتن. That's why we need a poster that really makes an impact. لازم يعني بدنا ملصق يعني يعمل تأثير. Okay, let's make a decision. Which poster then will it be? The one with the bright colors. هي نعمل يعني اتخذ قرار. أي ملصق؟ هل سيكون the bright colors يعني صاحب الألوان الزاهية؟ Yes, it looks as if the one if that one is the best idea. يبدو يعني it looks as يبدو أن هذا هو الخيار الأفضل. وننتقل الآن يا حلوين للصفحة 23. ننتقل حبايبي مع بعض لصفحة 23. بحكي لك look at the infographic. انظر إلى هذه الصورة التي تحتوي للمعلومات. Do these statistics surprise you? Say what. اعمل هذه الإحصاءات، عفوا، هل هذه الإحصاءات فاجأتك؟ Say why وقل لماذا. The clothing industry. تمام، إذن صناعة الملابس. Clothing production doubled in the first 20 years of the century. يعني مصنع الملابس أو صناعة الملابس بيحكي لك إنه إنتاج الملابس تضاعف خلال 20 سنة الأولى من هذا القرن. And the number of garments purchased each year by the average consumer increased by 60%. و يعني رقم قطع الملابس التي تم شراؤها كل سنة by the average consumer من خلال مستهلك عادي أو معتدل يعني average increase by 60%. ارتفع 60%. Consumers keep clothing items about half as long as they did 15 years ago. Throwing them away after just 7 or 8 wear. إذا بيحكي لك إنه المستهلكين يبقوا على قطع الملابس يعني حوالي نص العمر as they did 15 years ago كما كانوا يفعلون خلال 15 سنة سابق. Throwing them away برموهم after just 7 or 8 wears يعني بلبسوهم أو بيستهلكوهم نص عمر. تمام، بيلبسوهم بس 7 أو 8 مرة. Making 1 kilo of fabric generates nearly 23 kilos of greenhouse gas. بيحكي لك بس صناعة 1 كيلو من مادة الفايبر الألياف فابريك يولد ما يقارب 23 كيلو من غازات الاحتباس الحراري هو ثاني أكسيد أو أول أكسيد الكربون. على كل حال، هل هذه الإحصائية فاجأتنا؟ خلينا نشوف. Yes, these statistics are surprising. هذه الإحصائيات مفاجأة because they show a significant increase in clothing production. لأنهم بيبينوا يعني ارتفاع جيد في إنتاج الملابس and consumption والاستهلاك. Shorter lifespans of clothing and a large environmental impact from greenhouse. يعني بيلبسوهم نص عمر shorter lifespans عمرهم قصير. تمام، وتأثير بيئي كبير من انبعاثات الغاز الحراري. وننتقل للسؤال اللي بعده. بيحكي لك نقرأ من الكتاب هون في عنا تمرين استماع. Future forms for plans and hopes. أشكال المستقبل، الخطط والتأملات. Match the examples of future forms from the recording with explanation
اي تو اي، يعني هم بده يكون في استماع، ولكن احنا راح نوصلهم مع بعض ان شاء الله. خلينا نشوف احنا كيف حلينا. واحد I am going to turn them into shorts، يعني انا راح احولهم، لا يمكن فيديوهات قصيره شورتس، يمكن هون قصدهم شورتس او الى طول قصير مثلا، ما بعرف عن ايش بحكي. لكن شو الجواب؟ بحكي لك future action decided now، هو عباره عن حدث مستقبلي تم تقريره الان، انا راح احولهم لشورتس، تمام؟ اذا تم تقريره الان. send me the details، ارسل لي التفاصيل. I'll take a look، سوف اخذ او سوف القي نظره، طبعا هاي I will. something that has already been decided، شيء تم تقريره مسبقا، تمام؟ اذا ارسل لي التفاصيل، كان في بيناتهم حكي وتم تقريره مسبقا. I'll take a look، سوف القي نظره. she'll be explaining how to understand the labels on clothes، اذا هي راح تكون عم تشرح عن كيفية فهم الليبلات اللي موجودة على الملابس. an action that is expected to happen in the normal course of events، يعني عبارة عن حدث متوقع أن يحدث في مسار الأحداث. I am meeting her next week to finalize the plans، إذا أنا راح أقابلها الأسبوع القادم to finalize the plans، لإنهاء الخطة. future arrangement with another person، يعني عبارة عن ترتيب مستقبلي مع شخص آخر، تخطيط مستقبلي مع شخص آخر. arrangement يعني موعد، ترتيب إلى آخر. it starts at 7 p.m. in the auditorium، إذا سيبدأ الساعة 7 في قاعة السمعيات. إذا timetabled يعني جدول وقت، scheduled future event حدث مستقبلي مجد. والآن ننتقل إلى التمرين 5. pairs discuss the pair of sentences explain the difference in meaning if any، بحكي لك يعني ناقش الجملة الجملتين واشرح الفرق بينهما في المعنى. خلينا نشوف مع بعض. إذا sorry about breaking your favorite mug، I'll buy you a new one I promise، إذا أنا آسف أني كسرت المج تبعك المفضل. I'll buy a new one، راح اشتري لك واحد جديد. I promise، أعد. This promise to buy a new mug in the near future، إذا هذا الوعد بشراء المج راح يكون في المستقبل القريب. I am going to buy a new coat today، إذا أنا رايح أشتري معطف جديد. This is a plan to buy a new coat today، إذا هذه خطة لشراء معطف جديد اليوم، إذا هذا في المستقبل القريب وهذا هون في تخطيط على شراء اليوم والعزم. نروح للتمرين السادس. بيحكي لك read the rules A D below and complete the sentences with the appropriate form، listen and check. طبعا أنا رحت على دليل المعلم، اضطريت إني أطلب لكم الأجوبة لأنه ما في مادة استماع. خلينا نشوف الحل مع بعض. So I am hoping to set up a small business recycling and customizing given. إذا I am hoping to، يعني أنا أتمنى بإنشاء عمل صغير recycling and customizing given، اللي هو إعادة تدوير الأشياء. I am thinking of، أنا عم بفكر ب selling them online، طبعا هي كلها ادوات مستقبليه. selling them online once I have enough items to sell، يعني انا بفكر اني ابيعهم online بمجرد يكون عندي items كافيه، يعني ادوات كافيه او قطع كافيه للبيع. I am just about to start، انا يعني فقط للتو ان ابدا، يعني الان بده يبدا. working on a project، ان يعمل على مشروع. to design a shop window، أن يصمم نافذة تسوق. shop window display، عرض نافذة تسوق. I am just about، إنك أنت الآن يعني ها على وشك إنك تبدأ، ما بلشت. it is due to go on display to the public at the beginning of next week. it is due to go on display to the public at the beginning of the next week. طبعا do هون إحنا نستخدمها، خلينا نشوف
ايوه فور تايم تيبل بيفتس بيحكي لك للاحداث اللي بيكون المجدوله. بنستخدم دو تو وانفينيتيف يعني مجرد، فهون بيحكي لك يعني من المحتمل it is due to go تمام on display to the public at the beginning of the next week يعني انهم يروحوا على العرض to the public انهم يحضروا بشكل عام at the beginning of the next week في بداية الأسبوع. خمسة so I am planning to get an expert to come in and talk to the whole school about the topic. إذا أنا عم بخطط to get an expert للحصول على خبير to come أن يأتي and talk ويتكلم to the whole school للمدرسة كلها about the topic حول الموضوع. Students are to arrive at 7 PM at the auditorium. يعني الطلاب لازم يوصلوا على الساعة 7 في قاعة السمعيات. هي مستخدمة is to arrive أو are to arrive مثل has to arrive أو have to arrive، بمعنى بيكون فيها نوع من الإلزام إنه لازم يكون شغلة هي ضرورية. طيب خلينا الآن نحلل. بيحكي لك four plans للخطط we can use be planning أو hoping to. يعني لما بدك تخطط لشيء ممكن تستخدم hoping to أو planning زائد infinitive يعني مجرد or be thinking of زائد مجرد. Be planning to زائد infinite. الآن البي أخذت أم يعني هون الآي أخذت أم بعدين نزلنا اللي planning to بعدين infinitive هاي الانفينيتيف. إذا I am planning to visit my grandparents next week. أنا عم بخطط لزيارة أجدادي الأسبوع. She is planning to start a new business next year. هي تخطط لبدء يعني بزنس جديد العام القادم. Be hoping to زائد infinitive. أيوة البي راح تصير إما أم أو إز أو أر. طيب هي شو راح تأخذ؟ إز. He is hoping to بعدين infinitive travel to Japan this summer. إذن هو يعني يأمل أن يسافر يعني في خطة إلى اليابان هذا الصيف. They are hoping to finish the project by next month. يعني هم يأملون أن ينهوا المشروع by next month خلال الشهر القادم. Be thinking of يعني is أو are thinking of زائد جيرارد. I am thinking of applying. هون الجيرند معناه مش هون يعني مستمر لكن اجى بمعنى الاسم. I am thinking of applying يعني انا عم بفكر في التقديم. هون شفت مش اتقدم، التقديم لوظيفه جديده. فالتقديم هون اجى الجيرند، هذا معنى الجيرند. We are thinking of moving to a bigger house. اذا احنا عم نفكر في الانتقال الى بيت أكبر. بيحكي لك four things happening very soon. الأشياء بتصير بدري كتير. We can use be about to زائد infinitive. The movie is about to start. إذن الفيلم على وشك أن يبدأ. So let's find our seats. ولذلك هي نجد مقاعدنا. She's about to leave for the airport. إذن هي على وشك أن تغادر المطار. يعني أشياء راح تصير very soon قريبا جدا. تستخدم be about زائد is about يعني are about. For timetable events we can use be do to زائد infinitive. The train is due to arrive at 6:30 PM. The meeting is due to start at 9 AM. يعني القطار راح يغادر، سوف يغادر الساعة 6:30 صباحا. هون الساعة 9 أو المقابلة ستبدأ الساعة 9. For formal بيحكي لك للأشياء يعني الرسمية، إرشادات، مواعيد، أوامر. نستخدم to زائد infinitive. The president is to address the nation at PM 2. إذن الرئيس راح يكون عم يتكلم مع الوطن الساعة 8 PM مساء هذه الليلة. All employees are to attend the training session next Monday. كل الموظفين، هي أشياء رسمية لازم يحضروا جلسة التدريب الاثنين القادم. وننتقل يا حلوين للصفحة 24. ننتقل مع بعض للصفحة 24 اللي بتتكلم عن writing الكتابة، كتابة الإيميلات. كيلك in which photo do the vegetables look more appealing؟ في أي صور تبدو، في أي صورة تبدو الخضروات أكثر جاذبية؟ طبعا الصورة A look
more fresh. أما هون they wrapped in a plastic، هون مغلفينها في بلاستيك. نوريكم الأجوبة على السريع. The vegetables in photo A look more appealing because they are not wrapped in plastic. لأنهم مش مغلفين ببلاستيك، making them look fresher and more natural. بيخلوهم يعني بيبينوا إنهم أكثر fresh، أكثر طبيعة، أكثر طازج أو طازجة أكثر، and more natural، وأكثر طبيعة. What environmental problems do you think the plastic packaging might be cause أو might cause؟ في المشاكل البيئية ممكن يسببها البلاستيك. بيحكي لك can lead to pollution، يؤدي إلى التلوث. Take hundreds of years to decompose، مئات السنين عشان يتحلل. Harm wildlife، بيأذي الحياة البرية. And contribute to landfill waste، ويعني يساهم في ملء أراضي النفايات. تمام. طيب الآن خلينا نقرأ النص. أو هون على السريع بيحكي لك read Fareed's email to customer service. اقرأ إيميل أمير فريد. What problem does he describe and what three solutions does he suggest؟ إذا ما هي المشكلة اللي عم بيوصفها وما هي الثلاث حلول اللي عم بيقدم؟ المشكلة the excessive use of non-biodegradable plastic packaging in stores، اللي هو يعني الاستخدام المفرط للبلاستيك الغير قابل للتحلل في المتاجر. طيب شو الثلاث حلول اللي هو مقدمها الحاج فريد؟ Use sustainable cardboard instead of plastic، استخدم ورق المقوى الدائم بدل من البلاستيك. Remove unnecessary plastic from items like tissue boxes and pizza boxes. أذل أي أشياء بلاستيك غير ضرورية من الأدوات، سواء من علب المحارم أو من علب البيتزا. Sell fruit and vegetables. بيع فواكه وخضروات without any extra packaging، من دون أي تغليف ثاني زيادة. Creating a plastic free aisle، يعني اعمل زاوية أو بيئة خالية من البلاست. نقرأ الإيميل. from فريد الأسمر، من فريد الأسمر مغني شكله. to customer service، لخدمة العملاء. subject reduce plastic، الموضوع تقليل البلاستيك. dear sir or madam، عزيزي السيد، هون لما ما نكون نعرف اسم الشخص أو المدام. طيب I am writing، أنا بكتب to draw your attention، عشان أجذب انتباهك. to press to a pressing problem، لا مشكلة يعني قوية يعني ملحة. to which your stores are contributing، اللي متاجركم عم تساهم فيها significantly بشكل واضح. by their use of non-biodegradable plastic packaging، باستخدامهم البلاستيك غير قابل للتحلل في التغليف. like many others، مثل الباقي. I am deeply concerned by the huge quantity of plastic used to package items which simply do not require. يعني أنا كثير قلق بالكمية الكبيرة للبلاستيك اللي عم تستخدموها في التغليف واللي يعني مش محتاجين لها انتم، مش مطلوب. We are told that since the 1950s the world has produced more than 8 billion tons of plastic. يعني اخبرونا انه من عام 1950 العالم انتج اكثر من 8 مليارات طن من البلاستيك، which around 80% تقريبا 80% has been thrown into a landfill. 80% منه تم القائه في مكب النفايات، or left as waste in the general environment، او ضل كنفايه في البيئه العامه. It is essential that we all take immediate action to prevent this. يعني من الضروري انه كلنا ناخذ قرار فوري to prevent this، لمنع هذا. اجراء فوري. اللي بعده يا حلوين بيحكي لك much of this plastic is a result of unnecessary packaging. يعني معظم هذا البلاستيك هو عبارة عن a result، كنتيجة للتغليف الغير ضروري. It's vital that this reduced as much as possible. يعني من الضروري انه هذا يتم تقليله لأبعد حد. Some supermarkets have managed to cut the amount of plastic packaging by using sustainable cardboard instead of plastic. بعض السوبر يعني المحلات have managed يعني قللت، استطاعت انه تقلل من التغليف البلاستيك عن طريق استخدام الورق المقوى بدل البلاستيك، or simply by removing unnecessary plastic from tissue boxes، او انه حكينا انه ازاله ادوات او بلاستيك غير ضروري من علب المحارم. او اتوقع شو اللي قصدهم بالتيشو، ايوه علب المناديل، خلص طلعت ترجمتي صح. بيتزا بوكسز وعلب البيتزا and other items. I would ask you to investigate alternative forms of packaging for your products as a matter of urgency. يعني بحكي له أطلب منكم التحقيق في أشكال بديلة من التغليف لمنتجاتكم كمسألة
عاجل. اللي بعده In the meantime, perhaps the quickest way to start to tackle this problem would be to sell fruit and vegetables without any extra protection. بيحكي لك يعني في الوقت الحالي أسرع طريقة عشان أعالج هاي المشكلة إنه نبيع الفواكه والخضروات من دون تغليف زيادة. Creating a plastic free. أيزا يعني عمل إنه هاي طلعوا شو حكى لك وخلق ممر خال من بلاستيك. أنا حكيت لك بيها خال من بلاستيك يعني ترجمة قريبة. Our customers could use paper bags or their own reusable containers. واللي يعني الكاستمرز ممكن انهم يستخدموا اكياس ورق or their own reusable containers او يعني سلات خاصه قابله لاعاده الاستخدام. Around a third of consumers say that they base their buying decisions on ethical practices. So providing an opportunity to buy fruit and vegetables plastic free could help you to win over a large number of new customers. فعم بحكي لك تقريبا ثلث المستهلكين they base their buying يعني أساس شرائهم أساس قرار شرائهم on ethical practice على ممارسات أخلاقية. فانك يعني تتيح هاي الفرصه شراء فواكه وخضروات خاليه من البلاستيك ممكن يخليك يعني تفوز بعدد كبير من المستهلكين يعني بصير زباين يهتوا عليك من كل مكان يعني بمعنى انك تزيد نسبه الشراء عندك. I urge you to consider these possible solutions for seriously and do everything in your power to reduce the amount of plastic you use in packaging to protect the planet. يعني بحكي لك انا يعني ولح عليكم to consider these possible solutions لي يعني اعتبار هذه الحلول الممكنة بشكل جاد and do everything in your power يعني تعمل كل ما لديك من قوة لتقليل يعني كمية تغليف البلاستيك لحماية الأرض. I look forward to your response يعني أنا أتطلع إلى إجابتك. Yours faithfully يعني معطيه بالتحيات فريد اسف. صفحه 25 الان بده يحكي لك عن اقسام الرساله كيف نكتب رساله نطلع عليها ونحلها مع بعض. greeting and signing off البدايه والخاتم. if you know the name of the person اذا كنت تعلم اسم الشخص start the letter ابدا الرساله ب dear mister او mrs أو مز حتى. إذا ابدأ الرسالة بعزيزي السيد أو السيدة أو آنسة. In the letter your sincere. فإذا كنت بتعرف اسم الشخص تمام بدك تنهي الرسالة بكلمة yours sincere. If you don't know the person's name إذا ما كنت بتعرف اسم الشخص start the letter dear sir or madam ابدأ الرسالة ب يعني عزيزي السيد أو عزيزتي المدام. In the letter yours faithfully يعني هي طبعا معني بكل صدق بكل إخلاص تكتبها في نهاية الجملة. Structure of the email or letter إذا نص الإيميل أو الرسالة. بيحكي لك in the introduction طبعا structure يعني البناء أو الهيكل. في المقدمة state your reasons for writing بين أسبابك للكتابة. In the main paragraphs في يعني العرض وسط الرسالة. State the problems and offer solutions in the final paragraph. يعني وضح المشاكل وأعرض حلولا وأعرض حلولا تمام؟ In the final paragraph في الفقرة الأخيرة mention that you expect a reply before you sign off. اذكر أنك أنت متوقع رد قبل أنتن عفوا اذكر أنك أنت متوقع الرد في الفقرة الأخيرة. Before you sign off قبل ما تختم ask the recipient of the email letter to take some action. إذا اسأل المستلم قبل ما أنك تنهي اسأل المستلم الإيميل أو الرسالة أنه يتخذ إجراء عشان يعني يكون هذا حافز أنه يقوم بواجبه. Formal writing conventions إذا
الكتابات الرسمية تحكي لك don't use contractions، لا تستخدم الفواصل. use I am writing not I am writing. avoid using phrasal verbs، تجنب استخدام جمل فعلية. use reduce rather than cut down، استخدم قلل بدل من كلمة cut down. make points less personal direct by using passives، بحكي لك يعني استخدم نقاط بدل ما تذكر اسم الفاعل بشكل مباشر، لا حاول تستخدم صيغة المجهول. use we are told، نحن أخبرنا. and rather than some people say، بدل من بعض الناس يقولوا. make your tone less direct by using a hypothetical constructions، يعني خلي نبرتك أقل توجيها، يعني ما تخليها هيك بصيغة الأمر. استخدم أوامر افتراضية أو بناء افتراضي، تمام؟ hypothetical، نحن أخبرنا أنه كذا، فهمتني؟ تقولوش معلم يعني بدك خاوة، استخدم ورق مقوى بدل من البلاستيك القابل للتحلل. use I would ask you to rather than please، استخدم I would ask you، أنا يعني أرغب أن أسألك أو أستفسر، بدل من كلمة please من فضل. خمس، نروح للسؤال الخامس. read the email again match the underlined phrases A to D to the categories. إذا نقرأ الإيميل مجددا، وصل الجمل اللي تحت خط من A to D to the categories، لهذه الفئات. خلينا نشوف الآن ما بعض الحل. making a point forceful، طبعا من A to D هدول موجودين في النص. making a point forcefully يعني انك تعمل نقطة بشكل إجباري أو توجه رأيك بشكل إجباري. It is essential that we all take immediate action to prevent this، بيحكي لك يعني من الضروري أنه كنا نتخذ إجراء لمنع هذا. call to action asking for action، call to action asking for action يعني نادي لاتخاذ أو اطلب اتخاذ إجراء. I urge you to consider these possible solutions very seriously، يعني أنا يعني بلح عليكم أنكم تعتبروا هذه الحلول أو تأخذوا هذه الحلول بجد. and do everything إلى آخر. given your reasons for writing، أسباب، إعطاء الأسباب للكتاب. إحنا الآن يعني أقسام الرسالة اللي قرأناها الآن قاعدين بنطبقها على الفقرة. إعطاء أسباب للكتاب. I am writing، هاي بالبداية طبعا مقدمة. to draw your attention، أنا بكتب لألفت انتباهك إلى آخر. explaining why the issue is important، شرح ليش إنه القضية هي مهمة. I am deeply concerned by the huge quantity of، أنا يعني كثير يعني قلق بالحجم كمية البلاستيك إلى آخر. نروح الآن للسؤال السادس. بحكي لك rewrite the sentences in a more formal style using the words in a prompt، أرجع أكتب الجمل بصيغة أكثر رسمية مستخدما الكلمات اللي بين الأقواس. خلينا نشوف السؤال من الكتاب. estimated، تمام، يلا خلينا نحل مع بعض. بحكي لك I heard that sea plastic is harming over 600 species، يعني أنا سمعت إنه حسة دوين، أنا سمعت إنه يعني بلاستيك البحر يؤذي أكثر من 600 نوع. it is estimated، هون تحكيها بصيغة الباسف لا تحكيها بصيغة نعم. we are told it is estimated that sea plastic is harming over 60 species، يعني يقدر انه اكثر من 600 نوع يتم ايذائه بسبب هاي المخلفات البلاستيك. it is important to look after nature، من المهم انك تعتني في الطبيعة. it is a vital، يعني بدل كلمة important vital يعني حيوي. you've got to stop using plastic، لازم تتوقف عن استخدام البلاستيك. I urge you، أحثك. all the best إبراهيم، كل يعني كل البست يا إبراهيم، تمام، كل التوفيق أبو إبراهيم. yours faithfully، يعني مع أطيب
بكل شعور الصدق، بكل شعور الإيمان إلى آخره. I am really bothered by the amount of plastic we use. يعني أنا كثير مزعوج كمية البلاستيك. I am concerned. أنا قلق. Get rid of plastic packaging. Plastic packaging should be bad. يعني بدل ما تحكي له تخلص من التغليف البلاستيك، تحكي له Plastic packaging should be bad. يعني تغليف البلاستيك يجب يتم أن يتم حظره. I am writing to tell you how bothered I am about. أنا يعني عم بكتب عشان أحكي لك قديش أنا متضايق. Express. I am writing to express my concern. إذا أنا عم بكتب عشان أبين قلق. للتعبير عن قلق. زي بان كي مون. تبع الأمم المتحدة. لأمين العام. بس شاطر يعرف عن قلق. مش مو 50 مليون آخر الشهر بحكي لك يعرف عن قلق. زمان لو ينزل لي 10,000 صدقني عمري ما بعرف عن قلقي في هالحياة كلها. طيب. You should look into other options. إذا يجب أن تبحث عن حلول أخرى أو اختيارات أخرى. Ask or investigate. I ask you that أو I ask that you investigate other options. يعني أنا بسألك إنك تتحقق من اختيارات أخرى. It is important to do this right away. يعني من المهم أكي essential. It is essential to take action immediately. You must do it now. يجب أن تفعلها الآن. It must be done with urgency. لازم يتم عمل القيام بذلك with urgency يعني بشكل عالي. طيب بحكي لك writing task. Write a formal email. بحكي لك اكتب ايميل formal رسمي to a coffee shop. لمحل كوفي شوب. لمحل قهوة. Chain in your country. أو لسلسلة محلات الكوفي شوب في بلد. Describe the problem of this possible كابسول. صف مشكلتك لحول الكاسات التي يتم التخلص منها أو ذات الاستخدام الواحد. And urge the chain to take action. وحث السلسلة لاتخاذ الإجراء. From Munir. من Munir to customer service لخدمة العملاء. Subject الموضوع لا هي أقسام الرسالة. أول شيء من to إلى الموضوع reducing disposable cup waste التقليل من نفايات الأكواب ذات الاستخدام الواحد. تمام. الآن نبلش بالمقدمة. Dear Sir or Madam. طالما إني ما بعرف الاسم فراح أحكي Dear Sir or Madam. وآخر شيء شو بنهيها؟ Yours faithfully. إذا كنت بعرفه sincerely. طيب الآن أول شيء بدي أحكي I am writing. أنا عم بكتب to express my concern للتعبير عن قلقي about the environmental impact حول تأثير البيئة. هي دائما ثابتة. Of disposable cups. بعدين الاسم الموضوع. لأن الكاسات ذو الاستخدام الواحد. Used in your coffee shops. المستخدمة في الكوفي شوب سلسلة الكوفي شوبات تبعتكم. Millions of these cups end up in landfills each year. يعني الملايين من هذه الكاسات تنتهي في مكب النفايات كل سنة. Contributing to significant waste and مساهمة في تلوث و. طيب الآن خلصنا من المقدمة. To address this issue. يعني لتفصيل هذه المشكلة أو لحل هذه المشكلة I suggest the following. أنا أقترح التالي. أيوة بحكي لك reusable cup incentive. طيب بحكي لك قدم حافز لاستخدام الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام. تمام. Offer discounts. قدم خصومات للزبائن who bring their own cups اللي بيجيبوا كاساتهم الخاصة. Install reusable options. خيارات قابلة لإعادة الاستخدام في المتجر. Provide reusable cups for in-store use. إذا أنت بالمتجر تبعك وفر أكواب قابلة لإعادة الاستخدام. Compostable cups. إذا أكواب قابلة للتحلل. Switch to compostable or biodegradable cups for take-away cups. إذا استخدم أكواب قابلة للتحلل.
التي يتم أخذها خارج المجال. طيب آخر شيء هون يعني النهاية الفاينل finalization. Implementing these changes will not only help the environment but also attract eco-conscious customers. بحكي لك تطبيق هذه التيارات فقط لن يساعد البيئة لكن راح يجذب الزبائن اللي محافظين على البيئة. Thank you for considering these suggestions. شكرا لاعتبار هذه الاقتراحات. Yours faithfully. يعني معطي بالتحيات. Your name. اكتبه آخر شيء اسمك أبو مدير بكرة. الآن ننتقل للأسئلة. كتبت لكم بعض الأسئلة عن النص. What is the main topic of Fareed's email? شو الموضوع الرئيسي لإيميل فريد؟ اللي هو reducing plastic packaging. طبعا هذا الأسئلة على إيميل فريد مش الإيميل تبعنا. اللي هو تقليل التغليف البلاستيك. What is Fareed deeply concerned about? فريد شو أكثر شيء كان يخلقه؟ The amount of plastic used. كمية البلاستيك المستخدم. Since when has the world produced more than 8 billion tons of plastic? منذ متى والعالم أنتج يعني أكثر من 8 مليارات طن من البلاستيك 1950 the 1950s. What percentage of this plastic has been thrown into a landfill or left as is? ما هي النسبة لهذه البلاستيك اللي تم إلقاها في مكب النفايات اللي هي 80% 80%. What does Fareed describe as essential? ما الذي وصفه كريم كشيء ضروري? Immediate action to prevent waste. إنه لازم نتخذ إجراء مباشرة للتقليل من النفايات. What does Fareed suggest to use in a set of plastic for packaging? شو اللي اقترحه فريد إنه نستخدمه بدل البلاستيك بدل تغليف البلاستيك اللي هو الكاردبورد Sustainable Cardboard اللي هو الورق المقوى الدائم. What percentage of consumers base their buying decisions on ethical practices? ما هي النسبة؟ نسبة المستهلكين اللي بيشتروا بناء على قرارات أخلاقية 30%. What is one of the quickest ways to tackle the problem according to Fareed? أسرع طريقة لحل المشكلة. Selling food and vegetables without extra packaging. بيع الفواكه والخضروات بدون تغليف. What alternative does Fareed suggest for carrying vegetables? ما هي البدائل اللي بيقترحها فريد لحمل الخضروات؟ Paper bags. أكياس الورق. And reusable containers. وسلات قابلة لإعادة استخدام. What is the subject of Fareed's email? ما هو موضوع إيميل فريد؟ Reduce plastic. تقليل من البلاستيك. What does Fareed request from the stores? ماذا يطلب كريم من الستور؟ Investigate alternative forms of packaging. اللي هي خيارات أخرى للتغليف. أن يجدوا خيارات أخرى للتغليف. What does Fareed hope to achieve by reducing plastic packaging? ماذا يأمل كريم أن ينجز عن طريق تقليل البلاستيك packaging? New customers. زبائن جدد. How does Fareed describe the plastic used in packaging? كيف كريم يوصف فريد عفوا يوصف the plastic البلاستيك المستخدم في التغليف unnecessary غير ضروري. What action does Fareed want the store to take? ما هو الاكشن او الاجراء اللي كريم بده من التاجر تاخذها مباشره. Reduce the plastic packaging. تقليل من تغليف البلاستيك. لاحظوا ان الاجابات تتكرر. What is Fareed's tone in the email? كيف نغمت كريم؟ كيف صوته لكريم في هذا الايميل؟ واحد يعني قاعد بيأمر اوامر كاجوال عادي indifferent غاضب غير عادي concerned قلق كان. How does Fareed describe the environmental impact of plastic? كيف وصف مشكلة البيئة؟ significant مهمة. What does Fareed believe sustainable packaging will attract? ماذا يعتقد كريم؟ طبعا يحكي كريم فريد انه التغليف الدائم سوف يجذب اللي هو ايكو كونشس كاستمرز اللي هم زبائن ايكو كونشس يعني محبين للبيئة اصدقاء للبيئة واعيين عن البيئة. Why does Fareed believe plastic free items are beneficial? ليش بيعتقد
فريد انه الممرات الخاليه من البلاستيك هي مفيده. They attract new customers لانها بتجذب كاستمرات جديده، زبائن جديده. What does فريد end his email؟ فريد كيف انهى الايميل تبعه؟ With a request for a response. مع طلب مع طلب الاجابه، يعني كان مستنى اجابته. What is the main environmental problem for Eid Hypes؟ ما هي المشكلة الرئيسية، المشكلة البيئية الرئيسية اللي فريد يشير إليها؟ Plastic waste اللي هي نفايات البلاستيك. ننتقل يا حلوين للصفحة 26. ننتقل حبايبي للصفحة 26 revision، المراجعة. إن شاء الله خلاص هي مراجعة، يعني قربنا نخلص الوحدة الثانية. خلينا نشوف. Complete the sentences with the words from the box. There are three examples. أكمل الجمل مع الكلمات التي في الصندوق. هناك ثلاث كلمات زائدة. خلينا نشوف. Acid, blistering, boiling, erosion, freak, freezing, fumes, greenhouse, layer, ozone, scarcity, torrential, turbines. Vehicle. والآن ننتقل للسؤال اللي بعده اللي هو أتوقع أكمل الفراغ، ونفس السؤال عفوا. بدنا الآن نعبي الفراغات. The weather is really weird. الطقس عجيب جدا، غريب جدا. It's freezing، متجمد. Cold one minute and then boiling hot the next، يعني دقيقة متجمد وشوي بعد شوي مغلي. إذا يعني الجو weird، متقلب. Pollution in the atmosphere results in acid rain. إذا التلوث في الغلاف الجوي يسبب الحموضة في المطر. Soil erosion happens when the plants and trees that keep it in a place are destroyed by the elements or man. إذا تآكل التربة يحدث لما النباتات والشجر يتم تدميرهم عن طريق العناصر اللي من سون الشام أو الإنسان، يعني فارغ. يمكن هون قصدهم عناصر الجو مثلا، الأحوال الجوية. The blistering heat caused the pavement to melt. خليني بالله أشوف فقط السؤال أربعة. طيب إذا the blistering heat يعني الحرارة الشديدة caused the pavement to melt، أدى إلى ذوبان الرصيف. البيفمنت الرصيف، تمام. Powerful wind turbines use wind power to create energy. إذا محركات الريح قوية تستخدم لتوليد الطاقة. A good way of reducing vehicle greenhouse emissions to promote the production of electric cars which don't produce harmful exhaust fumes. إذا طريقة جيدة لتقليل الانبعاثات المركبة أو الاحتباس الحراري is to promote the production، هو إنك تدعم the production of electric cars، إنتاج سيارات الكهرباء which don't produce harmful exhaust fumes، والتي لا تنتج أبخرة عادمة مؤذية. Because of global warming, freak weather conditions are more common with the periods of a drought followed by torrential rain. بسبب الاحتباس الحراري أحوال طقس غير طبيعية are more common، شائعة. With periods of droughts، مع فترات من الدروت الجفاف تتبعها torrential rain، أمطار غزيرة. Below average rainfall can result in water scarcity، يعني مطر تحت المعدل يسبب بنقص أو شح المياه. ننتقل السؤال الثاني. Look at the underlined expressions. Tick correct, cross wrong. إذا بدك تحط إشارة صح على الجملة الصحيحة وإشارة خاطئة على الجملة الخاطئة. I hope I will earn so much money by the time I am 40 that I won't need to work anymore. إذا أنا أتمنى أني سوف أكسب الكثير من المال في غضون لما يصير عمري
40. إذا طبعا لا، لأنه هذا عم بيحكي عن مستقبل تام، يعني لما يصير هو عمره 40 بده يكون كسب الكثير من المال، فراح استخدم will زائد have زائد verb 3. إذا الجواب I hope I will have earned. This time next week. في مثل هذا الوقت الأسبوع القادم. You will be giving your presentation about climate change. راح تكون عم تعطي محاضرة عن تغير المناخ. But you won't have finished. ولكن لن تكون أنهيت. إذا راح يكون في فعل مستمر في المستقبل اللي هو إعطاء البرزنتيشن، ولكن عدم الإنهاء استخدمنا معها مستقبل تام لأنه لسه ما راح يكون أنهى. نشوف هون شو كان الجواب الخاطئ. رقم 2 are going to give، أنت راح تعطي له this time next week لما أشوفها بيكون معها مستقبل مستمر، يعني أنت راح تكون عم تعطي مش سوف تعطي. 3 some scientists think that by the end of the 21st century we will be discovering a cure to many serious illness. So probably we are going to live a lot longer. إذن بعض الخبراء يعتقدون أنه في نهاية القرن 21 سوف نكون عم نكتشف a cure، يعني راح نكون عم نكتشف علاج لبعض الأمراض الخطيرة. لا طبعا we will have discovered، يعني مع نهاية القرن 21 راح يكونوا قد اكتشفوا علاج للعديد، لأنهم الآن عم بيكتشفوا، فمستحيل في نهاية القرن 21 لسه عم بيكتشفوا، لا بيكونوا قد أنهوا هذا الاكتشاف. So probably we are going to live a lot longer، ولذلك من المحتمل أننا سوف نعيش أكثر. هون are going، going to نستخدمها للتخطيط، ولكن هذه الجملة تنبؤ، من المحتمل أننا سوف نعيش أكثر، إذا بستخدم معها will live، will زائد verb. الجملة الرابعة by 6 o'clock they will have been working for 24 hours non-stop to clear up the damage caused by the hurricane. Extra help is certain to arrive soon. إذا خلال الساعة السادسة راح يكون عم بيشتغلوا 24 ساعة non-stop بغير توقف to clear up the damage، لإصلاح الضرر caused by the hurricane الذي سببته العاصفة. Extra help is certain to arrive soon، يعني مساعدة إضافية من المؤكد أنها ستصل قريبا. إذا خلال الساعة السادسة they will have been working، شو استخدموا هون؟ استخدموا القاعدة اللي هي ال will زائد have زائد been زائد ing. إذا هي القاعدة شو بتحكي؟ إنه هو حدث راح يتم في مدة معينة في المستقبل، ولكن بركز على استمراريته، يعني هم راح يكونوا قاعدين يعني من الساعة 6 راح يكونوا عم بيشتغلوا 24 ساعة، تمام؟ هاي الاستمرارية أنا بركز عليها، ولكن بنفس الوقت بعد هاي 24 ساعة عبين ما يخلصوا إصلاح الضرر خلاص راح يتوقف هذا الزمن. إذا هو عبارة بيجمع الزمنين مستمر ولكن بنفس الوقت سيتم في المستقبل، وتركيزي بيكون على الاستمرارية في هذا الزمن. وننتقل الآن للسؤال الثالث. Complete the dialogues with the correct future forms of the verbs in a brackets. إذا أكمل الحوار مع صيغ المستقبل الصحيحة للأفعال التي بين الأقواس. What are you up to later؟ يعني شو مشاريعك المستقبلية؟ شو متخطط قاعد؟ فحكى له ويل I am hoping. طبعا هو شو كان عندك؟ في أجوبة خاطئة بدك تصلحها أنت، اللي هي هون هوب بدك الآن تصرفه بالطريقة الصحيحة. خلينا نصرفه مع بعض. I am hoping. ليش I am hoping؟ خلينا نشوف النص كمان مرة. تمام. إذا الآي لاحظ ده تاخد آم. I am hoping to finish my school project. إذا أنا يعني أتمنى أن أنهي مشروعي المدرسي. After that, I am going to the Save the Planet lecture I've arranged to meet everyone. إذا أنا استخدمت هون hoping والgoing لما أحكي عن إشي في تخطيط أو لما أحكي عن الأمنيات والآمال. بحكي I am hoping
I am planning, I am going. أي شيء بيكون فيه تخطيط بستخدم هدول المصطلحات. Are you ready yet? هل أنت مستعد؟ The guests will be arriving soon. الضيوف راح يكونوا عم بيوصلوا قريبا، عم بيتوافدوا قريبا، أو ممكن نحكي هون are arriving، سوف يصلون قريبا. إذا تنتين يصح. It's almost 7 o'clock، تقريبا الساعة السابعة. They are coming at 8 not 7، don't panic. إذا هم سوف يأتون الساعة الثامنة وليس السابعة. Don't panic، لا تخف. طبعا هون استخدم المضارع المستمر، راح تحكي لي مضارع مستمر يعني الآن، لا بقول لك من استخداماته أن يتكلم عن المستقبل القريب، بيشبه الـ going to. What do you think of the new weather app؟ شو رأيك بتطبيق الطقس الجديد؟ I haven't used it yet، أنا ما استخدمته. I will give it a try later on، راح أستخدمه، راح أجربه لاحقا. إذا هون استخدم will زائد verb 1 لأنه ما في تخطيط، راح يستخدمه لاحقا. Then I will let you know، ومن ثم سأخبرك، يعني أول ما تصير فرصة عفوية راح يجرب التطبيق ويخبره إذا كان التطبيق كويس ولا لا. I am planning، دائما plan، حكينا تيجي بالـ ING، to go to the lecture on the blobfish، what time does it start؟ ما هو الوقت الذي يبدأ؟ وحكينا لما بدنا نسأل في المضارع بنستخدم does مع المفرد. إذا at 2 p.m. so hurry up، ولذلك يعني استعجل. Use of English، استخدام اللغة الإنجليزية. Complete the second sentence using the word in bold، أكمل الجملة الثانية مستخدما الكلمة التي في الأسود. So that it means the same as the first one، ولذلك يعني يصير معناها نفس الأولى. Use between two and five words including the word in bold، استخدم بين كلمتين إلى خمس كلمات حتى، وذلك يتضمن الكلمات اللي في الأسود. يلا. The lecture is going to start soon، إذا المحاضرة سوف تبدأ قريبا. لاحظوا هون going لأنه في تخطيط، سوف تبدأ قريبا. About، the lecture is about to start soon، إذا استخدم about للدلالة أنه الشغلة راح تصير الآن. It's been so hot today that it's very probable there will be a storm here. إذا اليوم كان حار ومن المحتمل إنه يكون في عاصفة هنا. It's been so hot today that a storm is bound to happen. إذا الجو كان حار، that a storm حيث العاصفة is bound to happen على وشك أن تحدث. The bridge was closed because of gale force winds. إذا الجسر أغلق بسبب العاصفة الجليدية. The bridge was closed due to gale force winds. إذا تم إغلاق البرج due to، بدل because حطينا due to، due to because بسبب العاصفة الجليدية. It is probable global warming will be worse in 50 years. من المحتمل، بحط بدالها likely، global warming is likely to be worse in 50 years. إذا الاحتباس الحراري من المحتمل أن يكون الأسوأ خلال 50 عاما. We have arranged to meet on Thursday morning. إذا احنا يعني اتفقنا، نظمنا لنتقابل يوم الخميس صباحا. بدل we have arranged، we are planning to meet on Thursday. اذا نحن خططنا لنتقابل يوم الخميس صباحا. Global warming has caused freak weather in many parts of the world. Rise، بدنا نستخدم هاي الكلمة. اذا بدل has caused بدك تحكي has given rise او has rise، ما في مشكلة سواء زدت، بس هو بده يانا نزيد كلمات.
جلوبال طبعا هذا بالامتحان كله ضاع دايره، فيعني لا تقلق انه والله انت بدك تحول جمله، ما راح تحول جمله. جلوبال وورمينج هاز جيفن رايز تو، بس اعرف انه هاز جيفن رايز بمعنى كوز، سبب. اذا جلوبال وورمينج هاز جيفن رايز تو فريك ويذر ان ماني بارتس اوف ذا وورلد، اذا سبب بارتفاع في منسوب المياه او بطقس غير عادي ان ماني بارتس اوف ذا وورلد، في عديد من الاجزاء حول العالم. طيب نروح للسؤال اللي بعده عن الكتابة، خلينا نشوف شو بيحكي. طبعا هون ما في أشياء مهمة كثير، في استماع، لا نحن بدنا نشوف الوزارة حسب شو بتحكي عن مواضيع الاستماع بعدين بنحلل الموضوع. بيحكي لك you see this leaflet، شايف هاي الورق، about the proposed construction of a new road، حول اقتراح بناء شارع جديد. you agree with the objections and decide to write a letter to the council. أنت تتفق مع هذه الاعتراضات وتقرر لكتابة رسالة to the council إلى القنصلية. Say no now. قل لا الآن. There is a plan to construct a new road link to the town center to improve access and help businesses including shops. بيحكي لك هناك خطة لبناء شارع جديد يربط البلدة ليحسن المدخل، ليحسن يعني المداخل، and help businesses، ويعني يساعد الأعمال ومن ضمنها المحلات التجارية. It is a big mistake. هذا خطأ كبير. ليش معترضين؟ It will increase noise pollution. راح يؤدي إلى ارتفاع تلوث الضوضائي، يعني راح يصير في ضوضاء. Vehicle emissions will rise. انبعاثات المركبات راح تزيد. It will damage both the environment and tourism. راح يعني تدمر البيئة والسياحة. Write your letter. تعال نشوف احنا شو كتبنا رسالة. طبعا هون your name اسمك، your address عنوانك، زي مثلا السيتي هون تكتب مثلا جوردن، بعدين عمان، بعدين ساوث ماركة، ماركة جنوبية مثلا، زد اي بي كود هون اللي هو رقم البريد، ايميل ادرس، ايميلك، ديت التاريخ، او ترجع الرسالة السابقة اللي كتبناها وممكن تلتزم فيها. تو ذا كونسل، الى القنصلية، بتحط عنوان القنصلية مثلا شارع الجامعة يونيفرسيتي ستريت، سيتي مدينة عمان الى اخره، وبتكمل. دير سير مدام، او بتكتب انت ما بتعرف اسمه، فبتحكي دير، اذا كنت تعرف اسمه بتكتب اسمه، دير مستر محمد دفع. دير سير او مدام، عزيزي السيد او الانسة. سبجكت الموضوع، اوبجكشن اعتراض to new road construction، يعني جبناها من النص ما جبنا شيء ثاني. اعتراض على بناء شارع جديد. I am writing to oppose the proposed new road link to the town center. اذا انا عم بكتب لاعترض على المشروع الجديد، مشروع الشارع الجديد الذي يربط البلدة. لاحظ ان كل هاي الشغلات موجودة كانت بالنص. This project، هذا المشروع، يلا will increase، راح يزيد من noise pollution، حكينا التلوث الضوضائي كانت موجودة. Raise vehicle emissions، انبعاثات المركبات. And damage the environment and tourism، ويؤذي البيئة والسياحة. I urge the council to explore alternative solutions like improving public transportation. أنا أحث القنصلية على اكتشاف طرق بديلة مثل تحسين وسائل المواصلات العامة. حلو لهون، شايفها ملطفة. Thank you for considering my concerns. شكرا لاعتبار قلقي. Yours faithfully، مع يعني أطيب التحيات الصادقة. Your name، اسمك. طبعا صفحة 28 ما راح نحلها، بحكي لك عن إنه كيف تقدم البرزنتيشن. الآن إذا الوزارة طلبت منا إشي في هذا البرزنتيشن، لأنه هذا البرزنتيشن يعني إنه واحد يحضر إشي ويعرضه أمام زملائه. ننتقل للصفحة 73، خلاصة معاني الوحدة الثانية. Unit 2 Remember More، تذكر أكثر. Complete the statements with words from the word in from the word list in the correct form. Then decide which statements are. إذن بحكي لك أكمل الجمل من الكلمات اللي موجودة في القائمة بالصيغة الصحيحة. Then decide which statements are false. ومن ثم قرر أي الجمل خاطئ.
يلا الآن بدنا a lot of pollution is due home to طبعا يلا هل ما بعض a lot of pollution is due to the number of cars on our roads. إذا المعاني هي موجودة في القائمة، هي القائمة بدنا نشوف شو الكلمات المناسبة. حاطط لك طبعا أول حرف يعني مسهل لك الموضوع. إذا is due طبعا بس بدك تعبي to، حاطط لك تي بدك تحط all. The number of cars on our road. هي إذا استخدمنا do to للسببية لبيان السبب زي because. A simple and effective way to reduce vehicle emissions is to drive at a steady speed. إذا طريقة بسيطة فعل التقليل عوادم المكاهي للقيادة بسرعة ثابتة. إذا كان الجواب أظن حط لنا V لنكملها vehicle. أنا كاتب لنا بس نحط emissions تمام؟ بس نحط emissions الجواب الصحيح فقط. Eating a lot of sugar طبعا بدك تقرر إذا الجملة خاطئة تحكي إنها خاطئة. Eating a lot of sugar usually leads to people living longer. الأكل كثير من السكر يؤدي إنه الناس يعيشوا أكثر. False. Many people worry about the global warming. الكثير من الناس يقلقون بشأن الاحتباس الحراري. Acid rain makes our rivers cleaner. إذا المطر الحمضي بيخلي يجعل أنهارنا أنظف. فوز طبعا خاطئة. لا ننتقل للسؤال اللي بعد. بحكي لك make collocations. ركب الكلمات مع بعض تمام؟ حكينا هاي الكولوكيشن اللي هي التراكيب، الكلمتين بيجوا مع بعض. يلا هاي الكلمات مع بعض عندك. خلينا نشوف السؤال من الكتاب. ايوه بدك تركبهم مع بعض. يلا habitat loss فقدان البوال، endangered species انواع مهدده بالانقراض، soil erosion تاكل التربه، freak weather طقس غير طبيعي، toxic waste نفايات سام. يلا بحكي لك write words or phrases with opposite meaning. بدك تكتب الكلمة المضاد. vertebrate فقاري، invertebrate لا فقاري، sub-zero temperature درجات تحت الصفر، scorching temperatures درجات حرارة، floods فيضانات، droughts جفاف. اللي بعد نورجيكم اياه من الكتاب. بيحكي لك complete the phrases with the correct adjectives formed from the words in bold. Then check with the words. بيحكي لك اكمل الجمل مع الصفات الصحيحة المشكلة من الكلمات الأسود. يعني هون حاكي لك sheep خروف fur الفرو. الآن ايش بدك تعملهم؟ بدك تعمل تستخدم الكلمات الأسود بدك تحولهم لصفات. يلا عندك fairy sheep الخروف الفرج، slimy frog الضفدع اللزج، cuddly toy دمية لطيفة، blistering heat الحرارة الحارقة، torrential rain. إذا fairy slimy هذول الصفات، cuddly blistering torrential. يلا الآن نشوف المعاني اللي بالقائمة شو معانيهم. As a result of كنتيجة لي، as a consequence of كعاقبة أو كنتيجة، be due to بسبب، give rise to كمان هي يؤدي إلى سببية، lead to something يؤدي إلى شيء، result from ينتج عن، result in ينتج فيه، freak weather طقس غير طبيعي، gale force wind رياح شديدة، heavy snow rain ثلوج أمطار غزير، humidity رطوبة، scorching temperature soaring sub-zero temperature torrential rain. soaring طبعا كمان شيء شديد يعني في شرط الارتفاع، acid rain endangered species exhaust fumes fossil fuel global warming greenhouse effect habitat loss ozone layer renewable energy, soil erosion, toxic waste, vehicle emissions, water scarcity, blistering heat temperature. backbone
طبعا هلا راح تحكي لي وين معاني انجليزي. انجليزي الناس تمشي على نظام الوحد، لما كنا نحل اسئله المفردات كل هاي المصطلحات موجوده على شكل جمل، احفظها مثل ما هي. يعني شوف باك بون شو كانت الجمله تبعتها، critically endangered crustacean cuddly fin furry invertebrate makeup marine natural predator nocturnal pesticide primate reptile scale skeleton slimy solitary. ويعطيكم العافيه حبايبي الطلاب جيل 2008. هيك بنكون خلصنا ان شاء الله الوحده الثانيه على بركه الله، وان شاء الله تنتظرونا شرح الوحده الثالثه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.